هجومية طرابلس اليوم، الأمور راح تكون مختلفة بالنسبة للطرابلسيين. لحظة انطلاق المباراة، لحظة اللحظة التاريخية للطرابلسيين عم تبدأ بهالوقت. إذا سعد يوسف عم بيعيد الكرة للخلف بالوقت لإيمانويل إلى جنبه، راح يكون لإيمانويل السوري استقدموه طرابلس مثل ما تحدث محمد اسطنبولي لاعب الوطن السعودي السابق 33 عام اللاعب السوري، إنما أخطر لاعبي الفريق القرقيسي هو اللايسيا هو أخطر اللاعبين صاحب الرام 10، كان سجل 17 هدف بالموسم الماضي مع الفريق القرقيسي. هيدي هجمة لمصلحة أليا، إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة الفريق الضيف. رمي التماس تتنفذ بشكل سريع، ممكن الكره العرضيه، بدنا ننتبه كثير منيح، بدهم ينتبهوا اللاعبين الطرابلسيين، بدنا ننتبه، انما الكره الى خارج ارض الملعب، ركله مرمى لمصلحه طرابلس. اليوم المدرب نزار محروس قد تكون استراتيجيته مختلفه، عنده خبره كثير كبيره المدرب نزار محروس بالمحافل الاسيويه. ليه ما بده يكون عنده خبره كثير كبيره؟ هو احرز لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعام 2007 مع فريق شباب الأردن. مع الكرة بتتنفذ لوسط الملعب، يبدو أنه لاعبي الفريق القرقيسي عم بيحاولوا الضغط من بداية المباراة على لاعبي طرابلس. هذه الكرة بتنقطع من سعد يوسف، المحاولات، إنما الكرة المقطوعة والحكم بشير في خطأ لمصلحة طرابلس. طبعا بعد ما شفنا اللاعبين الطرابلسيين، ما شفنا فريق طرابلس عم ينطلق للهجوم، بالعكس تماما هناك الصراع عم بيكون كثير كبير بوسط الملعب، السرعة الواضحة والضغط الكبير بالوقت. هناك كرة عند مايكل هيليك، بيحاولوا مرور على تمريرته الأمامية، إنها بتنقطع باللحظات الأخيرة. تغطية دفاعية عم تكون موجودة من رخمانوف. هيدا هو المدرب السوري نزار محروس، كان عنده مرور بلبنان بعام 2003، موسم 2003-2004 مع فريق الصفا. طبعا بيعرف الكره اللبنانيه بشكل كثير كبير المدرب نزار محروس. مع الكره ممكن يكون العرضيه لداخل منطقه الجزاء، الكره بتنلعب، ممكن اول اهداف هالمباراه، انما الكره مقطوعه بتعود مجددا بالهجمه المرتده. مع عودة أحمد مغربي قائد طرابلس اليوم، موجود عبد الله طالب على مقعد الاحتياط، يعني وجود عبد الله طالب على مقعد الاحتياط بسبب الإصابة، إصابة طفيفة عند عبد الله طالب بعد ما تمكن من الشفاء بشكل كثير كبير من الإصابة الأخيرة. هذه الكرة لعند مايكل هليكبي، بمر مايكل هليكبي، بيلعب كرة لعند عبد العزيز يوسف على الجهة اليسرى، عبد العزيز بيلقى المساندة من حمزة علي على الجهة اليسرى، أنا بغير رأيه، عبد العزيز كرة لعند مايكل هليكبي، مجددا أحمد مغربي لعند حمزة علي، تناول الكرات بشكل سهل للاعبينا بهالوقت. مايكل هليكبي كرته لوسط الملعب مع غازي الحسين. شوفوا لاعبي طرابلس عم بيحاولوا بناء الهجمة بشكل منظم من الخلف، أيضا مع غازي الحسين بيعيد كرته لعند عبده طافح. طبعا الكل مستعجل على المدرجات لنشوف أول أهداف هالمباراة، كلنا مستعجلين نشوف طرابلس عم بهز الشباك. بعد ما دخل فعلا طرابلس بأجواء المباراة بأول أربع دقائق على انطلاق اللقاء، فعلا بانتظار أكيد الفريق طرابلسي مثل ما عودنا على الأداء الهجومي، ولكن هذا أمر متوقع محمود، مباراة حاسمة، مباراة فاصلة اليوم، الفائز منا فقط بيلتحق بدور المجموعات، وبالتالي مباراة صحيح رح يكون فيها بعض التوتر، وحدة من الكرات اللي ممكن طرابلس يصنع فيها الخطورة. غازي الحسين عم يستلم الكرة وعم يلعبها على الناحية اليمنى. لا شك يعني الوضع يمكن مختلف بالنسبة للاعبين الطرابلسيين يمكن عن أي تنظيم مباراة بالبطولة، الأمور مختلفة تماما بالوقت. هناك كرة عرضية باتجاه محمد غدار، إنما الكرة بتنقطع من أمامه لمحمد غدار أو ما بتوصل لعند محمد غدار، الكرة إلى خارج أرض الملعب، إنما الحكم عم بشير أحمد أبو بكر الكاف بخطأ لمصلحة فريق أف سي اللاي. أبيك تاتانوف هذا هو المدرب المساعد، المدرب الروسي نيكولاي فلاساتشيف، ما اجى على لبنان بسبب وعكه صحيه كان تعرض لها قبل سفر الفريق الى لبنان. مع هالكره الاماميه ايضا لعند الغيني، انما الغاني بالجهه المقابله، ايمانويل بيقطع الكره، الكره عند محمد اسطنبولي، سعد يوسف مجددا. شوفوا الضغط الكبير عم بيمارسوه اللاعبين، لاعبي اف سي اللي على لاعبي طرابلس.
رستاموف كمان رستاموف يعني التدخل القاسي من رستاموف. طبعا اربع لاعبين اجانب بكاس الاتحاد الاسيوي يحق لكل فريق انه يكون موجودين. ابو بكر المال موجودين على ارض الملعب بالوقت. ابو بكر المال يمتلك المهارات العاليه انه المفروض هالمهارات تكون بخدمه الفريق بشكل عام. مع ايمانويل اللي بيلعب كره طويله اماميه باتجاه سعد باتجاه عبد العزيز يوسف. عبد العزيز بيحاول يحصل على الكره انما بخطا. خطا لمصلحه كيدي راليف. تدخلات آسيا عم تكون الهوائيه من بدايه اللقاء. كل فريق اليوم حابب يفوز بهالمباراه، اننا نحن حابين اكثر انه طرابلس هو يفوز بلقاء اليوم. الكره الاماميه ايضا الاختصار المسافات عم بيكون من بدايه اللقاء. الكرات الطويله بدنا ننتبه كثير منيح. هناك خطا، خطا واضح لمصلحتنا، خطا واضح لمصلحه طرابلس لمصلحه حمزه علي. خطا كان عم يرتكبه فلاديمير. عم نشوف بالاعاده فلاديمير كيف ارتكب الخطا. اللاعب الاوزبكي يعني ثلاث لاعبين من اوزبكستان، سلطانوف وفلاديمير بالاضافه الى مومينوف وايضا اللاعب الغيني سيا. هذه الكره اللي عند عبد العزيز يوسف. عبد العزيز بيحاول ابقاء الكره لمصلحه طرابلس مع مايكل هليكبي. شوفوا الصراع الكبير اللامركزيه بهالوقت من الفريق الاصفر. من هو راح يكون مسيطر على وسط الملعب؟ هو راح يكون له الفرصه الكبيره انه يصنع اول خطوره على المرمى. بعد ما شفنا اي خطوره على واحد من المرميين. رمي التماس لمصلحه طرابلس. اداره ولاعبي وجماهير النادي الاجتماعي معكم يا ابناء طرابلس، كل التوفيق لكم. النادي الاجتماعي الرياضي طبعا النادي الاخر بمدينه طرابلس. شعار الوحده الطرابلسيه بالمباراه الاسيويه. كنا نشوف الديربي بالدوري اللبناني لكره القدم، اليوم عم نشوف ديربي موحد على المدرجات. فعلا الجمهور الاجتماعي موجود بقوه على مدرجات ملعب طرابلس البلدي، باللباس الاحمر موجودين ليشجعوا فريق الشطر الازرق بالمدينه. الانطلاق حاليا ابو بكر المال من الناحيه اليمنى. ابو بكر اللاعب المهاري بيلتف وبيلعب الكرة على مشارف منطقة الجزاء. عبد العزيز يوسف ما تمكن من الوصول للكرة. يعني فعلا عم نشوف قوة بدنية هائلة للفريق الكرجيزي بداية المباراة. الكرة عم تنقطع، مايكل هيلك بخطير، انما التدخل والتكتل الدفاعي موجود للفريق الاصفر بمحاولة الهجمة المرتدة. محمد اسطنبولي اللاعب السوري موجود على مسار الكرة، انما الكرة بتبقى مع الفريق الكرجيزي. بعد ما شفنا الفريقين دخلوا باجواء المباراة ونحن عم ندخل على الدقيقة التاسعة من اللقاء الحسم للوصول لدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي. رمي التماس لمصلحة الفريق اللبناني. غازي الحسيني بيلعب الكرة مجددا للناحية اليمنى. أبو بكر المال بمحاولة المرور، معه ثلاث لاعبين من الفريق الأصفر. بمر أبو بكر وبيحصل مجددا على رمي التماس. رمي التماس لمصلحة طرابلس عم تنفس بسرعة للناحية اليمنى. التقدم، سعد يوسف بيلعب العرضية، أول الكرات الخطيرة داخل المنطقة والكرة عم تنقطع. الكرة عم تنقطع على الرأسية، أول الكرات العرضية عم تلعب لعند عبد العزيز يوسف. عبد العزيز يوسف اللاعب الغاني كان قريب جدا لو وصل للكرة من هز الشباك، إنما مدافعي الفريق الأصفر الفريق الكرجيزي موجودين على مسار الكرة. سلطانوف وأليموف بيمتازوا بطول قامة فارعة فعلا، بالإضافة لمومينوف اللاعب الأوزبكستاني. الركلة الركنية حاليا خلف الكرة، سعد يوسف الظهير الأيمن لطرابلس على تنفيذ الكرة. هل حيتمكن من صنع الخطورة؟ كل اللبنانيين معكم يا طرابلس بالمباراة. سعد يوسف بيلعبها قصيرة لعند عبد العزيز مجددا لعند سعد، إنما التدخل موجود إلى خارج أرض الملعب. سلطانوف المدافع بالرقم 13 لفريق اف سي آلي أوش الكرجيزي. قائد الفريق بالمباراة أحمد مغربي عم بيتولى تنفيذ الرمية الجانبية مثل العادة. أحمد مغربي بيلعب الكرات على طريقة الكورنر، وهالمرة أكيد رح يتقدم ويلعبها لداخل منطقة الجزاء. هيدي وحدة من كراته المعتادة، إنما الكرة عم تنقطع. ما زالت الخطورة، التسديدة من حمزة علي إنما الكرة بعيدة. حمزة علي عم بيتقدم عم بيسدد إنما الكرة بعيدة
عن مرمى الفريق الكرغيزي. كان عنده خيار اخر حمزه علي انه يلعب كره عرضيه لداخل منطقه الجزاء، وخاصه اكثر من لاعبين ثلاثه كانوا من طرابلس داخل المنطقه مثل ما عم نشوف بالاعاده. فعلا كان ممكن يلعب الكره العرضيه وتلاقي اي راسيه طرابلسيه داخل الشباك، انما الحارس كاشوبا ما كان بيتمنى احسن من هيك تسديده من حمزه علي بدون ما تشكل خطوره. الكره بتعود سيا اللاعب الغيني والهجمه ومحاوله بناء هجمه للفريق الكرغيزي، الكره عم تنقطع مجددا مع الفريق اللبناني. ابو بكر المال عم بيروح بالهجمه المرتده، الكره طويله وعم تنقطع وبتعود مجددا لسلطانوف من الناحيه اليسرى. الظهير الايسر بيتقدم بيلعب الكره اماميه، خطير الفريق الكرغيزي بالمرتدات، انما عم يسقط ارضا والى خارج ارض الملعب. واضحه الرشاقه العاليه عند اللاعبين لاعبي اف سي الاي، في لياقه عاليه بدنيه من بدايه المباراه، هل راح يقدروا يكملوا اللقاء بهاللياقه البدنيه العاليه؟ هون السؤال اللي بيطرح نفسه. فعلا عم بيصعبوا المهمه بشكل كثير كبير على لاعبينا اللبنانيين بوسط الملعب تحديدا. لاعبين عم بيضغطوا على حامل الكره بشكل كبير، عبدو طافح بيلعب الكره على منتصف الملعب، بتبقى مايكل هيلجبي صاحب الخطوره بالفريق الازرق بالمباراه دائما. مايكل هيلجبي، حمزه علي بيلعب التمريره اماميه، انما الكره عم تنقطع الى خارج ارض الملعب. الكره عم تنقطع الى خارج ارض الملعب من عبد الرحمنوف، اللاعب يلي بيكون على الجناح الايمن صاحب الرقم 30، بيمتاز بكراته العرضيه عبد الرحمنوف. تضييق المساحات واضحه ايضا من لاعبي خط الدفاع وخط الوسط امام لاعبي طرابلس، لهالسبب ما عم بيكونوا مرتاحين بشكل او باخر يمكن بتنظيم الهجمات السريعه. هذا هو الجمهور الكبير اللي عم بيتابع لقاء اليوم. الجمهور موجود بكل انحاء الملعب فعلا، يعني الظاهر على الشاشه بالمنطقه المقابل هو قسم من الجمهور. وخطا لمصلحه عبد العزيز يوسف، عبد العزيز يوسف عم يحصل على خطا، عم نشوف بالاعاده. عبد العزيز خطا واضح فعلا. مومينوف من منطقه فعلا ممكن تشكل الخطوره خلف الكره. سعد يوسف عم يتقدم دائما لتنفيذ الكرات العرضيه، متخصص الركلات الثابته. ايضا الى جنبه موجود مايكل هيلجبي. احمد ابو بكر الكاف حكم المباراه عم بيطلب من اللاعبين وحائط الصد العوده الى المسافه القانونيه. خلف الكره مايكل هيلجبي، هيلجبي على التنفيذ او سعد يوسف. من المتوقع سعد يوسف يلعب الكره بالرجل اليمنى. عم نشوف ايضا حمزه علي يلي عم بيطلب من بعض اللاعبين التحرك اكثر بمنطقه الجزاء. مين اللي حينفذ الكره ولا حتشكل الخطوره؟ قلوب اللبنانيين معكم يا طرابلسيين بهالكره لافتتاح التسجيل. سعد يوسف على صافره الحكم بيتقدم بيتركها، مايكل هيلجبي بيلعب العرضيه داخل المنطقه، انما الراسيه عم تنقطع، عم تنقطع الراسيه من الفريق الكرغيزي. ما زالت الخطوره طرابلسيه على مشارف منطقه الجزاء. اسطنبولي بيلعبها للامام، يلا يا غدار بينطلق ممكن الراسيه، انما عم بيتدخل المدافع الكرغيزي باللحظه المناسبه. ما زالت الخطوره لطرابلس، الكره العرضيه لمسه يد حكى المباراه، صحيح لمسه يد واضحه ومن منطقه اخطر رح تكون الكره، لمسه اليد على صاحب الرقم 20 مومينوف. شوفوا بالاعاده حمزه علي واللمسه واضحه تماما امامكم على الشاشه. يا ريت مومينوف كان موجود داخل منطقه الجزاء وحصلنا على ضربه جزاء وريحنا اعصابنا من بدايه المباراه. فعلا يعني كان هناك امطار قليله بتفصل الكره عن ركل جزاء. بالاعاده واضحه تماما هالكره، دخلنا على الدقيقه 14، طرابلس عم يتحرك، طرابلس اصبح اخطر على مرمى الحارس كاشوبا. خلف الكره من جديد حمزه علي عم بيكون، وهالمرة أحمد مغربي. مين اللي حينفذ الكرة؟ خمس لاعبين من طرابلس داخل منطقة الجزاء، وأيضا سعد يوسف على مشارف المنطقة. هيدا هو كاشوبا حارس المرمى، يعني حكم المباراة عم بيعطي كثير تعليمات فعلا بأكثر من مناسبة. أحمد أبو بكر الكاف بياخذ كل وقته لإعطاء صافرة تنفيذ الكرة. أحمد مغربي ومجددا، هذا عم نحكي عنه محمود، تعليمات مستمرة من حكم المباراة، عم بيضبط المباراة من لحظاتها الأولى، مباراة حساسة، مباراة حسم، مباراة حسم للبنانيين. خلف الكرة حمزة علي، مين اللي حينفذها؟ أحمد مغربي بيتقدم بيلعبها، ممكن التسديد الخطير هيلجبي، ولكن الكرة عم بتمر، خطير جدا هيلجبي، ما زالت الخطورة. سعد يوسف بمر بيسدد الكرة وما زالت الخطورة داخل منطقة الجزاء. خطير طرابلس بهاللحظات، ولكن التصدي الدفاعي موجود والرأسية. انتفض الفريق الأزرق اليوم، انتفض فريق الشمال، انتفض الفريق اللبناني بهاللحظات. لا شك الانتفاضة ممكن تثمر أول أهداف هالمباراة، هذا واضح تماما على يعني الرغبة الكبيرة عند الطرابلسيين بافتتاح التسجيل بلقاء اليوم. الوقت هناك رمي التماس
لمصلحة طرابلس تتنفس على طريقة الكورنر لداخل المنطقة الرأسية بالمرة الأولى بالمرة الثانية. ممكن التسديدة، ممكن أول هدف المباراة تسديدة، لا 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 تسديدة إلى خارج أرض الملعب، تسديدة كانت إلى خارج أرض الملعب من أحمد مغربي. خطورة طرابلس أصبحت واضحة بمباراة اليوم بعد مرور 15 دقيقة على البداية. طرابلس أفضل بلقاء اليوم، طرابلس هو الأقرب لافتتاح التسجيل بهالمباراة. دلوقتي هناك أيضا رمية تميز سعد يوسف أو لا، هناك ركنية، ركنية لمصلحة طرابلس على التنفيذ، موجود سعد يوسف، سعد يوسف لأضاع ضربة ترجيحية بمباراة النجمي، بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، إنما كرة انقطع مع عودة عم تكون موجودة من مايكل هليكبي، بيعيد الكرة أيضا طرابلسية مع حمزة علي، اختصار المسافات، هذه كرة طويلة باتجاه محمد غدار تنقطع من أمامه لمحمد مجددا مع مونيوف، يلعب كرة طويلة وحماية عم تكون موجودة من محمد اسطنبولي اللاعب السوري الجديد بصفوف طرابلس. عم نشوف مرة جديدة رأسيته لعبد العزيز يوسف وتسديدته لأحمد مغربي، كانت عالية عن المرمى، كانت عالية عن مرمى كاشوبا. مباراة تكتيكية عالية للمدرب نزار محروس، هذه كرة انقطع أيضا، عبد العزيز يوسف بيحاول إعادة الكرة لمصلحة طرابلس، عم يتعرض لخطأ، هذا هو المدرب نزار محروس المدرب السوري الجديد بصفوف طرابلس. كنت ذكرت بعام 2007 كان أحرز لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مع شباب الأردن، كان أحرز اللقب على حساب الفيصلي الأردني بمباراة الذهاب، كان فاز 1-0، بمباراة الإياب كان تعادلوا الفريقين 1-1، كانت تلعب المباراة النهائية كمباراة ذهاب وإياب. هذه كرة طويلة أمامية أيضا تنقطع بتعود لعند أحمد مغربي مجددا مع طرابلس، مايكل هليكبي توع الكرة، أحمد مغربي عم يعمل شغل كثير منيح بوسط الملعب، بيحاول إيصال الكرة باتجاه مايكل هليكبي، بتنقطع الكرة مع تقدم عم بيكون من غازي الحسين، بيعيد الكرة طرابلسية، وهذا محمد غدار بيعيدها لمصلحة طرابلس أيضا لعند أحمد مغربي. سعد يوسف مجددا، إيمانويل لسعد يوسف، يعني الاندفاع البدني واضح من قبل الفريق الكرغيزي فعلا، اندفاع بدني كبير، هذا الاندفاع ممكن يفيد طرابلس بالخطوط الأمامية، إذا هرب مايكل هليكبي، إذا هرب عبد العزيز يوسف، يعني إذا انسل أيضا محمد غدار من خلف المدافعين ممكن يكون الخطورة كثير كبيرة. هذه واحدة من الانطلاقات، مايكل هليكبي بمر بيلعب تمرير أمامية، ممكن الكرة العرضية، حمزة علي بيلعب كرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، ممكن أول هدف للمباراة، الكرة الرأسية، لا الكرة الرأسية بتنقطع باللحظات الأخيرة. خطيرين طرابلس عم بيكونوا بالانطلاقات، يعني بوجود طبعا عده لاعبين بالخطوط الاماميه مثل مايكل هليكبي، عبد العزيز يوسف، انطلاقه حمزه علي، ايضا محمد غدار داخل منطقه الجزاء، الخطوره عم تكون كثير كبيره عند الفريق الطرابلسي. عم نشوف الكره العرضيه ابو بكر والكرة المل، الكره الراسيه من ابو بكر المل صاحب الرقم 10 كانت عم تنقطع، عم تعرض لاصابه ايضا ابو بكر المل، سلامات، امكانيات طرابلس عاليه وتحديدا بالخطوط الاماميه، الف سلامات لابو بكر المل اللي كان عم يتعرض للاصابه بالكره الاخيره. عم نشوف هالجمهور اللي عم يتابع مباراه اليوم، جمهور طرابلس حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كل المناطق اللبنانيه كانوا عم يدعموا الطرابلسيين، ما ذكرت من شمال لبنان الى جنوبه، من كل المناطق وكل الاحياء الكل عم يدعي لطرابلس. بالموسم الماضي كان بطل المسابقة الأسيوية جوهر دارول تاكزيم، الفريق الماليزي هو أحرز اللقب بوقتها على حساب فريق الاستقلال التاجيكي. سلطانوف بيلعب كرة طويلة إنما كرة خاطئة بتروح إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة طرابلس. مفروض بهالوقت طرابلس يمارس الضغط اكثر فاكثر على الفريق القرقيسي. هذه رمية تماس امامية انما الكرة كانت تخطت خط الملعب، ورمية تماس لمصلحة فريق افسي. ايضا مع سلطانوف بيلعب كرة امامية، ما ننتبه من هجمات، الكرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. شو بيشير حكم المباراة؟ بيشير لركنية
لمصلحة الفريق الأصفر. أو رمي التماس على طريقة الكورنر، تحت تتنفس الرمي التماس، تتنفس لداخل منطقة الجزاء، الكرة بتنقطع من إيمانويل. من هو رح يخرج طرابلس من هالضغط بهاللحظات؟ مع أوباك المالي بيلعب كرة طويلة أمامية لعند عبد العزيز يوسف باتجاه مايكل هيليكبي، مع حمزة علي. الكرة بتعود مجددا لعند سيا، سيا بيحاول المرور، بيعكس الكرة العرضية، خطيرة المحاولة، لا 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 خطيرة المحاولة كانت، خطيرة المحاولة، وسعد يوسف باللحظات الأخيرة بيقطع الكرة. برافو لسعد يوسف. كنا تحدثنا عن انه سيا اللاعب الغيني هو واحد من أخطر اللاعبين أفسي اللي. أيضا مع الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، ممنوع الخطأ الدفاعي، حمزة علي بيخلص الكرة، بيلعب كرته الأمامية. بدك تنتبه يا عبد العزيز يوسف، بدك تنتبه إنه الكرات دائما ممكن تكون باتجاهك، مفروض يكون وجهك باتجاه الكرة. شوفوا هالصراع الجري كان بالكرة الأخيرة، المرور عن إيمانويل سيا، إنما باللحظة الأخيرة صاحب الرقم 7 سعد يوسف عم يقطع الكرة من أمامه. أيضا رمي التماس لمصلحة طرابلس، يلا يا طرابلس، مفروض نشكل الخطورة الكبيرة، مفروض غازي الحسيني بيلعب كرة طويلة أمامية باتجاه محمد غدار، إنما بتوصل الكرة عند محمد، مفروض البحث أكثر وأكثر عن مايكل هليكبي، عبد العزيز يوسف، محمد غدار، بالإضافة إلى أبو بكر المال. لاعبين بيعرفوا يتصرفوا بالكرة بشكل كثير منيح. أيضا مع سيا يلعب كرة أمامية بظهر الدفاع، مفروض ينتبه السوري محمد اسطنبول للكرة العرضية، وتدخل عبدو طافح. تدخل عبدو طافح عم يكون بالوقت المناسب. أيضا مع سعد يوسف، الجمهور طبعا عم بيطالب فريق طرابلس بافتتاح التسجيل بمباراة اليوم، أمر كتير مهم أنه بهيك نوع من اللقاءات افتتاح التسجيل يكون لمصلحة طرابلس. إذا مع كرة وسط ملعب كيدي راليف بيتمتعوا يمكن بالمهارات العالية لاعبي اف سي، إنما السرعة واضحة تماما بالانقضاض على كل كرة. السرعة واضحة، وفعلا كنا شهدنا الخطورة يعني عم تتشكل دائما من قبل رأسي الحربي بالفريق، ثنائي خط الهجوم، إن كان سيا وإن كان أيضا فلاديمير لاعب أوزبكستاني وأيضا اللاعب الغيني، سريعين جدا هاللاعبين، وبالتالي على مدافعي طرابلس تحديدا ايمانويل ومحمد اسطنبول ينتبهوا. هذه وحده من الكرات اللي عم نحكي عنها، سيلا كان عم بيحاول انسلال خلف الدفاع، سيلا عم بيسدد انما موجود على مسار الكره تماما عبد طافح، على ايمانويل ينتبه من هاللاعب الهداف صاحب ال 17 جول بالموسم الماضي بالدوري الكرجيزي. شوف باي طريقه عم بيلتف وعم بيسدد، خطير هاللاعب. لا شك يعني رح يلفت الانظار سيا، يعني رح يلفت الانظار، مفروض ننتبه. طبعا خطوره كثير كبيره عم بيشكلها سيا، بكل كره يمكن عم تكون هجمه لمصلحه الفريق الاصفر، هناك خطوره من قبل اللاعب الغيني، خطير وسريع وايضا يدرك تماما طريق المرمى. شوف باي طريقه عم بتنقل الكرات، خطير الفريق الكرجيزي بيلعب العرضيه داخل المنطقه، ايمانويل موجود على مساره، ايمانويل واعي بالكره الماضيه بالهجمه المرتده، احمد مغربي بحط يلا يا هلك بيسرع ايقاع اللعب اكثر، انما الضغط الكرجيزي واضح. كيدري الياف عم يقطع الكره بيلعبها للناحيه اليمنى، عبد الرحمنوف بعيد الكره للخلف، الفريق الاصفر عم بيحاول بناء الهجمات، تحرروا نوعا ما من الحاله الدفاعيه اللي كانوا بادين فيها المباراه وبداوا يحاولوا بصناعه الخطوره. الكل موجود بملعب طرابلس، الكل موجود لدعم الفريق الشمالي، الفريق اللبناني اليوم للوصول لأول مرة بمدينة طرابلس إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي وتمثيل لبنان خير تمثيل. إيمانويل خلف الكرة لتنفيذ ركلة المرمى، عبد طافح عم بيتركها للاعب الغاني إيمانويل، رح يلعبها لمكان كتير بعيد بالملعب، تقريبا قطعت منتصف الملعب، ولكن الكرة عم بتعود مجددا. مطالبين لاعبي طرابلس بالضغط اكثر على حامل الكره والاستحواذ اكثر. عم نشوف باخر 7 دقائق تقريبا الفريق الكرجيزي اف سي الي موجود اكثر بارض الملعب، عم بيسيطر على الكره، عم بيحاول صناعه الخطوره، ايضا اخطر اللاعبين سيا عم بيسدد من مكان بعيد ولكن كرته بعيده عن المرمى. جمهور طرابلس الموجود باعداد كبيره اليوم بارض الملعب، على امل الجمهور يطلع من ملعب طرابلس البلدي فرحان اكيد بنهايه المباراه وتحقيق الانجاز التاريخي للمدينه، مدينه كره القدم طرابلس الفيحاء. عم نشوف هالجمهور الموجود بارض الملعب، دخلنا على الدقيقه 25، عبد الطافح
عم بيلعب الكرة سعد يوسف من لمسة مغربة، هيدي واحدة من الكرات ممكن تشكل خطورة بمهارتك. عم بيحاول المرور، يلا يا غدار بيلعب الكرة للناحية اليسرى، حمزة علي عم ينطلق ممكن يلعب العرضية، حمزة علي من الناحية اليسرى والتدخل الدفاعي موجود من عبد الرحمنوف. صلب جدا صاحب الرقم 30 عبد الرحمنوف، كل الكرات عم بيقطعها من الناحية اليسرى. على أمل حمزة علي يتمكن من المرور، هذا هو خط البدلاء للفريق الكرجيزي بيلعبها غدار من لمسة، ملعوب الكرة العرضية بتعود مجددا، سيا عم ينطلق الهجمة المرتدة، ولكن هذه الإحسان موجود على مسار الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس مايكل هيلجبي بانتظار أكيد مهارته لمايكل هيلجبي بالمباراة ونزار محروس أيضا وصيف البطولة عام 2011 مع أربيل العراقي، كان وصل مرتين إلى نهائي البطولة، مرة أحرز اللقب ومرة كان وصيف 2011 مع أربيل العراقي. الكرة عم تنقطع للخلف، التشتيت للأمام مجددا، منتصف الملعب الصراع الهوائي عم يحسمه، سيا فلاديمير عم ينطلق واحد على أربعة من الوسط، ما في خطورة لأنه عندنا أربع مدافعين تسديد من مكان كتير بعيد سهل بيدي الحارس عبد الطافح. واضحة الجدية على عبد الطافح مباراة اليوم مثل ما واضحة الجدية على لاعبي طرابلس، مركزين كثير على مباراة اليوم، هن بيعرفوا يعني المرور من هالمباراة وضعهم بالمجموعة والمشوار الآسيوي طويل، وعلى أمل أن طرابلس طبعا يحقق النتائج اللافتة. أكيد على أمل طرابلس يتأهل من هالمباراة ويحقق النتائج اللافتة، التركيز عالي وهذا الأمر واضح بأرض الملعب، وأيضا الواضح أنه الفريق الكرجيزي مش فريق سهل أبدا، هذه واحدة من الكرات ممكن تشكل خطورة على المدافعين، انتبهوا تماما التدخل المفروض يكون اسطنبول، إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب، حجز الكرة سعد يوسف إلى خارج الملعب، رائع جدا الظهير الأيمن، شوفوا بالإعادة الفريق الكرجيزي والمرور مجددا، وشوفوا بأي طريقة سعد يوسف عم بتدخل على الكرة أمام رستموف. هذا دائما اللي متحدث عنه التنظيم الدفاعي بهيك كرات، يعني إذا مر اللاعب ممكن يكون اللاعب الآخر عم يعمل التغطية الدفاعية، وهذا الأمر كان عم يعمله سعد يوسف بأكثر من كرة. هيدا شغل الظهير الأيمن العصري فعلا يلي ممكن يغطي على قلبي الدفاع. اسطنبول وسعد يوسف انطلاقه، محمد غداري بيلعبها اماميه، وينك يا عبد العزيز يوسف بهالمباراه؟ عليك تنطلق اكثر، هيدي وحده من كراتك يا مهاري، بيلعب الكره للخلف عند مين؟ حمزه علي، حمزه ما معقول باي طريقه منظم الفريق الكرجيزي بارض الملعب دفاعيا، احمد مغربي بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، هناك ركله جزاء، الحكم عم بيقول ما في اي خطا على عبد العزيز يوسف. نحن بالنسبه لنا اي لاعب يوقع بركله جزاء داخل منطقه الجزاء، اذا ما بدنا نقول ركله جزاء بنتمنى انه يكون هناك ركله جزاء للفريق الطرابلسي. طبعا كل التمنيات، عم نشوف بالاعاده، هيدا عبد العزيز يوسف والتدخل الدفاعي من مومينوف اللاعب الاوزبكستاني، احمد مغربي وكراته الركنيه، ليش بنقول ركنية؟ لأن دائما بيلعبها لداخل منطقة الجزاء، الرمية التماس بيلعبها لداخل المنطقة، الكرة الرأسية بتعود والتغطية الدفاعية موجودة، هل هناك خطأ؟ حكم بيأمر باستكمال اللعب، غازي الحساني بيلعب كرة طويلة وهناك إصابة داخل منطقة الجزاء. هناك إصابة داخل منطقة الجزاء لمحمد غدار، سلامات لمحمد غدار. حارس المرمى كاشوبا عم بحط الكرة خارج أرض الملعب بكل روح رياضية، على ما يبدو محمد غدار قادر يكفي المباراة أكيد، ألف سلامة لمحمد غدار ولكل اللاعبين بأرض الملعب. عم نشوف بالإعادة، أوه حكم المباراة ما شاف الكرة الماضية، تعرض للضرب بدون كرة محمد غدار. على كل حال الكرة الماضية لو انتبه لحكم المباراة كان ممكن يكون هناك بطاقة باللون الأحمر. دخلنا على الدقيقة 29 ورمية التماس عم تلعب فلاديمير، محمد اسطنبولي عم بيتدخل على مسار الكرة، خطأ لمصلحة فلاديمير اللاعب الأوزبكستاني صاحب الرقم 18 بخط هجوم الفريق الكرجيزي بالإضافة لسيلا بالرقم 10، أخطر اللاعبين بالفريق الكرجيزي بالإضافة لعبد الرحمنوف صاحب الرقم 30. عم نشوف بالإعادة مجددا الخطأ محمد اسطنبولي اللي اندفع للأمام لتغطية اللاعب فلاديمير. حكم المباراة احمد ابو بكر الكاف دائما عم بيعطي التعليمات لكل اللاعبين وعم بيهدي من ايقاع اللعب. فعلا هناك اندفاع بدني كثير كبير بهالمباراه، الكره عم تلعب طويله على مشارف منطقه الجزاء ونو الدفاع اللبناني، الدفاع موجود، التغطيه الدفاعيه، غازي الحسين وين المرتدي؟ عبد العزيز يوسف، يلا يا طرابلس، ابو بكر المال هلا حيحافظ على كرة ابو بكر، بخليها سعد يوسف مجددا لعند غازي الحسين، تمريره خاطئه يا غازي، الهجمه المرتده للفريق الكرجيزي من الناحيه اليسرى، وشوفوا التغطية من سعد يوسف، سلامات أيضا لصاحب الرقم 7، عم يعمل مجهود كتير كبير سعد يوسف من بداية المباراة، ده أمر واضح
على الظهير الايمن الطرابلسي. كنا بنامل اكيد يا محمود انه تكون بدايه اسرع للفريق اللبناني، ولكن ما في شك ابدا لانه البعض يمكن ما عنده اي معلومه عن الفريق الكرجيزي، انما من بعد بحثنا عن الفريق الكرجيزي امر واضح انه فريق منظم وفريق بيمتاز بقوه بدنيه هائله، وهذا امر صار واضح بارض الملعب باول 30 دقيقه. يعني بعالم الفوتبول ما عاد في فريق يمكن هناك يقال عنه فريق ضعيف، بالعكس تماما، هو ارض الملعب هي بتحدد من هو الفريق الاقوى، من هو الفريق اللي هو ممكن يفوز باللقاء، هو الفريق اللي مركز تركيز عالي كثير ممكن يفوز بمباراه اليوم، هيدي مباراه حاسمه، مباراه فاصله، هي مباراه كاس تعتبر بالنسبه للفريقين، العبور الى المجموعه الثانيه، هيدي رمي التميز لمصلحه طرابلس تتنفذ ايضا بشكل سريع، الطرابلسيين مستعجلين انما يمكن السرعه والتسرع ببعض الاحيان عم تفقد طرابلس العديد من الكرات وخاصه بالخطوط الاماميه، هيدي كره تتنفذ من ايمانويل ايضا لعند حمزه علي، الاتكال واضح على حمزه علي على الجهه اليسرى والزياده العدديه الهجوميه اللي عم بيقوم فيها حمزه علي مع انطلاقه مايكل هليكبي، بتخدم الكره لمايكل هليكبي، بيلعب الكره لعند عبد العزيز يوسف، عبد العزيز يوسف تمريره الاماميه ممكن الخطوره تكون كثير كبيره، او كمان بيسدد تسديده، انما تسديده عم تكون ضعيفه، تسديده عم تكون ضعيفه باتجاه مرمى كاشوبا، بيلتقط الكره بسهوله، ابو بكر المل وصلت الكره من عبد العزيز يوسف، تمريرته كانت لعند ابو بكر المل بمهاراته ابو بكر المل، انما اخذ قرار التسديد، تسديدته ما كانت قويه باتجاه المرمى، ايضا مع طرابلس الافضليه طرابلسيه، غازي الحسين بمر بيلعب تمريرته الاماميه باتجاه مايكل هليكبي، ممكن يعبر مايكل هليكبي ما بينجح، الكره بتنقطع من امامه تحديدا من كيدي رالييف، المحاولات عم تكون جديه ايضا من جانب فريق اف سي الاي، الفريق القرقيسي الوقت ايضا ابو بكر المال، الصراع الهوائي لمين رح يحسم هالصراع، يحسم لمصلحه طرابلس، ابو بكر المال بعيد الكره لعند سعد يوسف، سعد يوسف ممتازه منه بتوصل لعند عبد العزيز يوسف، عبد العزيز بيستعمل سرعته مهاراته ممكن بيحافظ على كرته، بعده عم بيحافظ على الكره عبد العزيز يوسف بيلعبها لعند احمد مغربي، المغربي كرته الاماميه ممكن بكعب القدم من غدار، انما غازي الحسين بيلعب تمريره للامام وشوفوا ملا تمريره كانت من مايكل هليكبي بالوقت، ممكن الكره العرضيه او ممكن الكره العرضيه، انما كره عرضيه بتوصل سهله، بتوصل سهله، هل هناك لمسه تدخل منطقه الجزاء، ضربه جزاء لمصلحه طرابلس، اتمنيت هالشيء، اتمنيت هالشيء من بدايه المباراه، كنت عم بقول انه بتمنى اي شيء يحصل داخل منطقه الجزاء انه يكون هناك ضربه جزاء لمصلحه طرابلس، وفعلا الامنيات اصبحت حقيقه بعد مرور ابو بكر المال، الكره العرضيه كان هناك لمسه ضد، رح نشوف، ايه كان هناك لمسه يد، ايه صحيح انه هناك ضربه جزاء، صحيح الامر، لمسه يد كانت واضحه على رخمانوف صاحب الرقم 27، رخمانوف اذا عم يلمس الكره بيده، واعتراضات عم تكون كثير كبيره من اللاعبين، من لاعبي اف سي الاي، اذا ضربه جزاء لمصلحه طرابلس يعني، والاحتفالات بدات على مدرجات، على مدرجات ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس، عم نشوف الاعاده مره جديده، انا بالنسبه لي ما بدي اعادات، هناك ضربه جزاء بكل بساطه لمصلحه طرابلس، انا بالنسبه لي ما عاد بدي اعادات، ضربه جزاء لمصلحه طرابلس، من هو راح يكون موجود خلف الكره؟ محمد غدار، محمد غدار بعام 2012 كان سجل 8 اهداف مع كيليان تان الماليزي، احد ابرز الهدافين الاسيويين بمواجهه عم بيكون كاشوبا، محمد غدار صاحب الرقم 18، يمكن المره الاولى اللي بيلبس فيها الرقم 18، محمد غدار بيتقدم بسد، محمد غدار لا 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 ما معقول، احد ابرز الهدافين باسيا عم بيضيع، احد ابرز الهدافين باسيا عم بيضيع، ما معقول ما معقول، ما كنت بعتقد ولا لحظه انه محمد غدار يضيع الكره، على كل الاحوال بتحصل مع اللاعبين الكبار، مش مهم، ممكن نعوض، ممكن نعوض باي كره، اذا ضربه جزاء ضائعه لطرابلس، كاشوبا كان عم بيصد ضربه الجزاء بالوقت مايكل هليكبي بيلعب كره عرضيه لداخل المنطقه، بتنقطع الكره، بتعود الكره طرابلسيه، ممكن الخطوره مره جديده، تمنينا ضربه الجزاء واجت ضربه الجزاء، رح نتمنى افتتاح التسجيل بالمباراه، الكره العرضيه ايضا لداخل المنطقه الراسيه، لا الراسيه بتنقطع، وايضا التسديده من سعد يوسف، الضغط كثير كبير عم بيكون لمصلحه طرابلس بهالوقت، طبعا يعني صد ضربه الجزاء رح يعطي معنويات عاليه جدا للاعبي اف سي، رح يعطي معنويات عاليه جدا للفريق القرقيزي، عم نشوف بالاعاده محمد غدار، وبكل بساطه انجاز كان عم بيكون من كاشوبا، يعني عرف تماما وين محمد غدار،
عم بيسدد، اتوقع التسديد حتى يعني باليد والقدم، انجاز باليد والقدم وبالحظ بنفس الوقت، يعني حتى الكره كانت اصطدمت بيديه ومن بعدها بقدميه وتخلصت الكره. اذا النتيجه لازالت التعادل السلبي، اضعنا ضربه جزاء، ممكن نصنع العديد من الفرص، ما بدنا نطلع لضربه الجزاء، بدنا نطلع للدقائق المقبله من هالمباراه اللي هي كثيره. على الاقل بالشوط الاول هناك 10 دقائق على نهايه الشوط الاول بوقته الاصلي، كنت عم بتحدث على انه محمد غدار سجل 8 اهداف بعام 2012، احد ابرز الهدافين الاسيويين. ما كنا بنعتقد طبعا اضاعه ضربه الجزاء بالوقت هناك راسيه، بدنا ننتبه في هاللحظات، يمكن لاعبي طرابلس يتشتت تركيزهم بعض الشيء بالوقت. عبد العزيز يوسف مفروض الشغل كثير يكون اكبر من صاحب الرقم 9 على الجهه اليسرى، انما التدخل عم بيكون موجود من مومينوف. يعني اغلب اللاعبي الفريق القرقيسي، رحمانوف، فاليموف، سلطانوف، مومينوف، كله بينتهي بالنوف، حتى عبد الرحمنوف. هذا مع رامي التماس، مومينوف بيلعب رامي التماس، ومعقول مومينوف كيف لعب رامي التماس الى خارج ارض الملعب؟ على كل الاحوال يعني كل اللي عم يتابعونا خلف شاشه الجديد، ممكن الفريق يضيع ضربه جزاء، انما ممكن يعود بالدقائق المقبله. هيدا املنا بطرابلس، هيدا امل الطرابلسيين بفريقهم اليوم اللي عم يمثل لبنان اسيويا. طبعا يعني بعام 2012 كان بطل المسابقة الكويت الكويتي، كان فاز على أربيل العراقي، وكان أصلا المدرب نزار محروس كان وصل إلى المباراة النهائية، إنما كانت خسارة قاسية لنزار محروس بنتيجة 0-4 أمام الكويت الكويتي. هيدي انطلاقة لمصلحة مايكل هليكبي بيلعب كرته عند عبد العزيز يوسف اليوم ما عجبني بكل بساطة، ما عجبني عبد العزيز يوسف بتحركاته. ايضا بعام 2012 كان هداف المسابقه اللي تحدثت عنها، عم شوف بالاعاده ضربه الجزاء الضائعه، كان سجل السوري رجا رافع 9 اهداف، يلي بالمناسبه ايضا ملعب صيدا عم يستضيف مباراه مماثله اليوم، الوحدة السوري مع بلقان التركماني. طبعا رجا رافع واحد من ابرز اللاعبي الوحدة السوري، اللاعب المخضرم. المباراة عم بتحدث عنها ما بين الوحدة السوري مع بلقان التركماني، واحد من الفريقين رح يتأهل للمجموعة الثالثة، إلى جانب القوة الجوية العراقية والعروبي العماني وشباب الظاهرية الفلسطيني. مع الكرة الأمامية أيضا لمصلحة طرابلس باتجاه محمد غدار، انقطع الكرة بتعود أيضا لعند سيا اللاعب الغيني، كرة بتنقطع، الحكم شو بشير لخطأ لمصلحة الفريق القرقيزي. أيضا هناك مباراة عم تلعب اليوم فريق الحد البحريني مع فريق كي الكتريك الباكستاني، واحد من الفريقين رح يتأهل للانضمام لأي مجموعة، للمجموعة الأولى هي موجود فيها الممثل اللبناني الأول نادي العهد، إلى جانب نادي الوحدات الأردني أو الجزيرة من الأردن، والتين أسير التركماني. الكرة بتنلعب أيضا لداخل منطقة الجزاء، شو الحكم أشار لخطأ لمصلحة طرابلس. عم شوف بالإعادة الاحتكاك كان واضح، الاحتكاكات أصلا بالجملة عم تكون بهالمباراة، فعلا احتكاكات عم تكون بالجملة وخاصة من لاعبي افسي. هيدي انطلاقة لعند أحمد مغربي بيلعب الكرة على الجهة اليمنى، انطلاقة طرابلس، ممكن يكون الخطورة، بنتمنى الخطورة تكون كثير كبيرة مع محمد غدار، بيعيد الكرة الخلفية، ممكن الكرة الأمامية من عبد أبو بكر المل، كرة الأمام بشكل خاطئ، إنما الكرة بتوصل عند محمد غدار داخل منطقة الجزاء، بسدد محمد غدار تسديدته عالية. هيدي الفرصة الثانية الحقيقية لمحمد غدار، أول فرصة كانت من ضربة جزاء، الفرصة الثانية كنا عم نشوفها أمامنا، رح نشوفها بالإعادة، كرة وصلت لعند محمد غدار تسديدته كانت عالية كثير على المرمى كشوبة. مش موفق أبدا اليوم محمد غدار بهالمباراة، يعني دخلنا على الدقيقة 40، لحد الدقيقة 40 محمد غدار الواضح إنه مانو موفق بهالمباراة، على أمل أكيد بالدقايق القادمة غدار يعودنا ويرجع يعود الجميع على الغدر داخل منطقة الجزاء. المهاجم الغدار لمنتخبنا الوطني
واليوم لطرابلس والهداف الاسيوي بكاس الاتحاد الاسيوي. الكره حاليا لعند مايكل هلقبي بمحاوله المرور، مايكل بمهارته العاليه بمرر، احمد مغرب رح يلعب الكره لعند الغدار من لمسه، غازي الحسين، غازي مفرد لعند ابو بكر المل، هذا اللي بصير. ابو بكر بحطها انطلاقه رائعه لطرابلس، فعلا جمله تكتيكيه مميزه وانطلاقه هجوميه ايضا. ابو بكر المل بمحاوله المرور، ابو بكر بحطها لعند سعد يوسف العرضيه الى ركله ركنيه. ما عم ينهوا الهجمات طرابلس بالشكل الصحيح، يعني عم نشوف طرابلس من منتصف الملعب يعني عم يعملوا جمل تكتيكيه فعلا يعني واضحه تماما وروعه بنفس الوقت، انما اللمسه الاخيره عم يفتقدوها الطرابلسيين. عم يفتقدوها فعلا ابناء الشمال بالمباراه، ما بعرف الحكم عم بيقول هناك ركله مرمى مش ركله ركنيه. على كل حال هذا قرار الحكم بالكره الماضيه. دخلنا على الدقيقه 41 وبنفس الوقت عم نشوف ايضا لاعبي الفريق الكرجيزي اف سي الي اوش عم بياخذوا كل وقتهم، وتحديدا على الحارس كاشوبا امام اعين جمهور طرابلس. طرابلس الفيحاء بكرة القدم بهالموسم بفريقين، طرابلس والاجتماعي. الاجتماعي بالدور النصف نهائي لكأس لبنان، طرابلس كان خرج على يد النجمة. الكرة حاليا على مشارف المنطقة، ايمانويل بالكرة الرأسية للخلف، عبدو طافح عم بيلتقط الكرة وعم بيطلب من اللاعبين التقدم للأمام أكثر وأكثر. صاحب الرقم القياسي بالفوز بكأس الاتحاد الآسيوي فريق الكويت الكويتي بثلاث ألقاب، على امل اكيد يتحقق لقب لانديتنا اللبنانيه، ليش لا؟ كل شيء ممكن بكاس الاتحاد الاسيوي، ان كان عن طريق نادي العهد وان كان عن طريق ايضا نادي طرابلس. خاصه انه فريق الصفا كان سبق له وصل الى المباراه النهائيه بعام 2008، كان خسر امام المحرك البحريني، كلنا بنذكر هالمباراه. وايضا النجمه بال 2005 كان وصل المباراه النهائيه امام الفيصل الاردني ايضا وكان خسر المباراه النهائيه. مين بينسى مباراه المدينه الرياضيه؟ فعلا واحده من اجمل المباريات، ان كان النجمه وان كان الصفا كانوا وصلوا لهالمباراه. بتمنى وبنتمنى جميعا كلبنانيين انه فريق طرابلس او العهد يوصل المباراه النهائيه بهالموسم. مايكل هلقبي، ولكن علينا ان نتخطى المباراه الصعبه اليوم من الفريق الكرجيزي اف سي الي. الكره للخلف، ابو بكر المالي بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، ما وصلت لانه موجود الدفاع الاصفر. يعني هدات وتيره المباراه وتحديدا الهجوم الكرجيزي، ما عدنا عم نشوف خطورتهم على مرمى عبد الطافح. فلاديمير بطل موجود باخر الدقائق، وايضا اللاعب سيا اللاعب الغيني خطا كبير من مايكل هلقبي. الكره مجددا، غزل حسين عم بيصحح خطا زميله بالفريق الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه طرابلس. سعد يوسف متحرك بشكل كبير بهالمباراه، ايضا غزل حسين بعيدا عند سعد يوسف المتقدم الدائم من الناحيه اليمنى. ايمانويل اوفوري، ايمانويل بحطها لعند غزل حسين، سرعوا ايقاع اللاعب يا طرابلس، مش بهيك تمريرات ابدا ممكن نبني الهجمات. طبعا يعني استراتيجيه المدرب نزار محروس يمكن بدها تاخذ بعض الوقت عند لاعبي طرابلس لينفذوها بالشكل الصحيح، واضح تماما في شغل كثير كبير عامله نزار محروس بوصول يعني لاعبي طرابلس الى منظومه معينه بخط الوسط وبخط الهجوم حسب يعني تناقل الكرات والوصول بشكل سهل الى منطقه الجزاء، انما هذا بتطلب طبعا بعض الوقت عند نزار محروس لنشوف المنظومه مختلف تماما عند الطرابلس. صحيح، رح نعطي الوقت اكيد كمراقبين كمعلقين وكل متابعين لكره القدم النادي محروس. خطا كثير كبير داخل منطقه الجزاء، لما الكره عم تتصحح والهجمه المرتده، غدار بيعمل الكنترول بعيدها للخلف، غازي الحسام ولا مرور مرمي الاول من الثاني، ولكن عم بيعود على الكره سيا لاعب مقاتل فعلا بيلعب الكره للناحيه اليمنى. التقدم عبد الرحمنوف خطير هاللاعب والعرضيات، عبد الطافح عم بيخطئ بالكره، كنا توقعنا عبد الطافح يلتقط الكره بشكل افضل، ولكن عبد الرحمنوف حكيناكم عن هاللاعب صاحب رقم 30 بيمتاز بالكرات العرضيه، لعب كره عرضيه مثاليه، ولكن خطا كان من عبد الطافح تصحح من قبل دفاع طرابلس. ممنوع الاخطاء بهالمباراه، تفاهم كثير كبير يعني كان ما بين خط الدفاع وحارس المرمى، وهذا امر مش مسموح، مفروض التركيز يعني يكون اعلى من هيك بالنسبه للاعبين طرابلسيين. فعلا التركيز مطلوب والتسريع اكثر بالهجمات مطلوب، صحيح عم نشوف بناء للهجمه، ولكن بناء الهجمه عم بيكون بطيء من الفريق اللبناني، مطلوب تسريع اكثر. غازي الحسين عم ينطلق، ابو بكر المل عم بيوقف على الناحيه اليمنى، الكره ملعوبه عند حمزه علي، خطير هاللاعب لما يتقدم بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، عبد العزيز يوسف، انما الكره عم تنقطع بتبقى طرابلسيه لي عبد العزيز، بيلعب التمريره رائعه خطيره جدا الكره، ولكن كوزمانوف كاشوبا خرج على الكره، التمريره كانت رائعه لعند محمد غدار وكشوبا موجود. شوفوا عبد العزيز وشوفوا محمد غدار باي طريقه عم بينسل داخل منطقه الجزاء، جميله جدا الكره الماضيه، ولكن الحارس كشوبا عم بيتدخل
على مسار الكرة. خطيرين طرابلس بالشوط الأول. لكل اللي انضموا لنا حاليا عبر شاشة الجديد لمتابعة مباراة الحسم الدوري الحاسم بكأس الاتحاد الآسيوي بين أفسي ألي أوش الكرغيزي وأيضا طرابلس اللبناني. منذكركم أن محمد غدار كان أضاع ركلة جزاء بالشوط الأول، وطرابلس أيضا كان قريب جدا من افتتاح التسجيل أيضا عن طريق محمد غدار. فرصتين كانوا خطرتين جدا لمصلحة الفريق اللبناني. أيضا ما نذكر طبعا يعني الفائز من هالمباراة بتأهل إلى المجموعة الثانية اللي بتضم الفيصل الأردني، النفط الوسط العراقي، والاستقلال التاجيكي. كنا ذكرنا الاستقلال التاجيكي كان تأهل إلى مباراة نهائية بالموسم الماضي. دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، عم بيعطيه حكم المباراة الرابع محمود سعيد. ومنذكر طاقم الحكام من عمان، الطاقم العماني بهالمباراة اللي عم بيقود اللقاء أحمد أبو بكر الكاف، الحكم الرئيسي أبو بكر العامري، أيضا المساعد الأول رشيد الغيثي أيضا موجود، ومحمود سعيد الحكم الرابع مع جنس اللطيف أيضا موجود بأرض الملعب، وإصابة الحارس كاشوبا يلي أكيد عم بتوقف المباراة. وبالتأكيد حكم اللقاء رح يعطي وقت إضافة على الدقيقة طبعا، لأنه رفع دقيقة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع وأوقفت وتوقفت المباراة. طبعا كل الأعمار عم تتابع لقاء اليوم بطرابلس، هي مدينة الحياة. عم تأكد مرة جديدة طرابلس أنه هي مدينة الحياة، عم تأكد مرة جديدة أنه هي مدينة طرابلس مش بس بتتحدث لغة كرة قدم لبنانية، بل هي بتتحدث أيضا باللغة الأسيوية. اليوم بوجود طرابلس يعني ممثل للبنان أسيويا، هيدا أمر كتير مهم للطرابلسيين، بل هو حدث تاريخي لمدينة طرابلس. هيدي المدينة طرابلس الفيحاء عم تقول لكل الناس لكل العالم هيدي مدينة حياة، مدينة حياة طبعا. والحدث الأهم والأبرز إذا بيتأهل طرابلس من هالمباراة، وكل أملنا كل أملنا إنه حيتأهل طرابلس أكيد بنهاية اللقاء. عم نشوف أكيد الدقيقة 47، الحكم مش رح يطول أبدا لا يعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. هذا يلي بيصير، حكى المباراة عم بينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي لحظات مع الإعلام، وبعدها رح نتابع الشوط الثاني. مجددا تحية لجميع مشاهدي الجديد وما كنتوا عم تتابعونا. إذا عودة إلى ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بمدينة طرابلس الشمالية، عودة إلى مباراة طرابلس ونادي اف سي الاي النادي القرقيسي. إذا المباراة هي ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، ومباراة انطلقت بالشوط الثاني من لحظات قليلة. الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كان أضاع محمد غدار ضربة جزاء لمصلحة الفريق الطرابلسي، كان أضاع ضربة جزاء، وأيضا هيدا هو محمد غدار. كان عندنا فرصة كتير كبيرة إنه نتقدم بالمباراة بالوقت. الكرة طرابلسية، إيمان والي بيلعب الكرة الأمامية باتجاه مايكل هليكبي، ما بتوصل الكرة. بدنا ننتبه من الهجمات المرتدة، ما ننتبه من الأخطاء بنفس الوقت. مفروض طرابلس يعملوا الضغط الكبير مع بداية الشوط الثاني للبحث عن أول أهداف هالمباراة. هذا أمر كانوا رح يقدروا يوصلوا له الطرابلسيين بالشوط الأول، إنما الأمر ما حصل. مع المدرب نزار محروس طبعا تعليماته ما بين شوطي المباراة كانت صارمة للاعبين. فريق منه سهل ابدا فريق اف سي الاي. هذا الكرة الامامية عند اخطر اللاعبين، انما سياب بسد التسديدة ضعيفة ما بين يدي عبد الطافح. ما في اي تغييرات على تشكيلة الفريقين محمود بالمباراة وبداية الشوط الثاني، الا انه نزار محروس على الواضح انه بدل تغيير تكتيكي. عم نشوف عبد العزيز يوسف صار موجود على الطرف الايمن بهجوم الفريق الازرق، اما ابو بكر الملف اصبح على الطرف الايسر. هذا هو التغيير التكتيكي عند المدرب نزار محروس، لعله التغيير يعطي نتيجه ايجابيه بالخطوط الاماميه عن طرابلس. جمهور الطرابلسي عم ينتظر اول اهداف هالمباراه، مباراه حاسمه لطرابلس، مباراه حاسمه بالتاكيد للانتقال الى دوري المجموعات. ايضا هالكره بتنقطع بتعود لمصلحه طرابلس. هذه الكرات الطويله ما بتعطي نتيجه، مفروض الانطلاق بهجمات منظمه، انما العكس تماما. الهجمات المنظمه عم تكون للفريق القرقيسي، بيلعب كره عرضيه لداخل منطقه الجزاء، انما الكره بتنقطع، ممكن التسديده ايضا مقطوعه مع انطلاق عم تكون بالوقت، والخطا عم بيكون لمصلحه طرابلس. انطلاقه عبد العزيز يوسف، وقت لسلطانوف بيكون احد ابرز اللاعبين بافسي الاي.
ايضا مع سعد يوسف يلعب كرته لعند ايمانويل، بده ينتبه ايمانويل، ممنوع الاخطاء من المكان. ايضا احمد مغربي بيعيد الكره للخلف لعند محمد اسطنبولي، والكره ما بتوصل لعند ابو بكر المال، الكره الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه الفريق القرقيزي. ايضا مع ايمانويل ابو بكر المال، كره اماميه باتجاه محمد غدار، ما بتوصل الكره، بتنقطع من أليموف، مجددا مع حمزة علي. أحمد مغربي، انطلاقة طرابلسية ممتازة من أحمد مغربي، بيلعب كرة أمامية، إنما الكرة الأمامية عم تكون سهلة لعند كاشوبا. يعني لو لعب الكرة لعند المتقدم سعد يوسف من الناحية اليمنى كان ممكن تشكل خطورة أكبر من هالتمريرة، وخاصة سعد يوسف عم يعمل الزيادة العددية الهجومية دائما على الطرف الأيمن. ايضا مع غازي الحسين، الاتكال على مايكل هليكبي بعد ما ظهر بالشكل الصحيح مايكل هليكبي. ايضا بالجهه المقابله ابو بكر المال، احمد مغربي، ابو بكر المال مجددا، خطا لمصلحه طرابلس، الحكم لا بيقول متابعه المباراه، هذه كره اماميه، انما التغطيه الدفاعيه عم تكون موجوده من محمد اسطنبولي اللاعب السوري الجديد بصفوف طرابلس، لاعب الوطن السعودي السابق، لاعب النفط الجنوب العراقي السابق، كان ايضا مر على الدوري الايراني تحديدا مع فريق الالومنيوم الايراني، وايضا كان لعب مع الانصار السعودي. نتحدث عن محمد اسطنبولي اللاعب السوري بصفوف طرابلس. ايضا مع مايكل هليكبي، هيدي تسديده انما تسديده عشوائيه الى خارج ارض الملعب. طبعا حضور الفرق السوريه ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي واضحة، خاصة بالوصول يمكن إلى المباريات النهائية، يعني بعام 2010 كان الاتحاد السوري كان وصل إلى المباراة النهائية بالوقت هناك كرة عرضية، إنما هالكرة سهلة عم تكون عند عبدو طافح بعام 2010، بطل المسابقة هو الاتحاد السوري، كان فاز بضربات الترجيح بوقتها بنتيجة 4-2 على حساب القادسية الكويتي. لاعب الصف السابق بوقت طه دياب كان سجل هدف التعادل لمصلحة الاتحاد السوري، لاعب المجد السوري الحالي. حضور السوري دائما موجود بالمسابقة الآسيوية على الرغم من كل المشاكل الموجودة بسوريا. مع الرقم 7 سعد يوسف بيلعب كرة طويلة أمامية، نقطع الكرة غازي الحسين، رأسيته بتوصل سهلة سهلة هالكرة بين يديك شوبا. يتم الاعتماد على الانطلاق السريع خاصة عند فلاديمير، تنقطع الكرة من أمامه، بتعود طرابلسية، الكرة الطويلة لعند عبد العزيز يوسف، يبقى الكرة داخل أرض الملعب، عبد العزيز بتقدم بالكرة، محمد غدار بيهرب على الطرف الثاني، بتوصل الكرة عند محمد غدار، ممكن الكرة العرضية، الغدار بيحاول يمر صاحب الرقم 18، ما بينجح بالمرور، الحكم شو بيقول؟ بيقول هناك خطأ لمصلحة محمد غدار، خطأ كان عم يرتكبه سلطانوف إذا عم يرتكب الخطأ على محمد غدار. شوف التدخل كان على قدمه، التدخل الأخير على قدمه لمحمد غدار، فرصة كثير كبيرة لمصلحة طرابلس. دخلنا على الدقيقة 52، النتيجة لازالت سلبية على ملعب طرابلس بحضور جمهور طرابلس كله عم بيتابع المباراة، يعني إن كان الجمهور الطرابلسي، الجمهور الاجتماعي أيضا، وحدة الطرابلسيين بمباراة اليوم بهالمباراة الآسيوية باللحظة التاريخية بالنسبة لطرابلس. كلنا عم ننتظر أول أهداف هاللقاء، موجود سعد يوسف خلف الكرة بالإضافة إلى أبو بكر المل، الحكم الرئيسي بمباراة اليوم أحمد أبو بكر الكاف، طاقم حكام عماني عم بيقود هاللقاء. أبو بكر المل إذا بالإضافة إلى سعد يوسف موجودين خلف الكرة، من هو رح يلعب الكرة العرضية يكون حاسم لداخل منطقة الجزاء ونشوف أول أهداف هالمباراة. ما بعرف، أنا شايف من هالكرة من خلالها ممكن نسجل أول أهداف هاللقاء، ممكن تهتز الشباك. سنتابع مع أبو بكر المال موجود خلف الكرة، أبو بكر المال رح ياخذ إشارة من حكم اللقاء. دائما من بداية اللقاء أحمد أبو بكر الكاف الحكم الرئيسي بياخذ كل وقته بتوجيه
الانذارات الشفهيه للاعبين. اذا ابو بكر المال موجود خلف الكره بالاضافه الى سعد يوسف موجود امامه. ابو بكر المال يلا يا طرابلس. ابو بكر المال اللي بيلعب كره عرضيه لداخل منطقه الجزاء انما الكره العرضيه بتنقطع ايضا. سعد يوسف بيحاول اعادتها لمصلحه طرابلس. ابو بكر المال مجددا بيحاول يلعب الكره الاماميه بتنقطع. ممكن التسديده هيدي كره اماميه ممكن اول اهداف المباراه. هناك رايه تسلل لعبد العزيز يوسف. سنتابع بالاعاده اذا كان هناك تسلل على عبد العزيز يوسف. على الارجح كان متقدم عبد العزيز يوسف. لا عبد العزيز يوسف منه متسلل ابدا عبد العزيز يوسف. يعني كان بامكانه لعب الكره العرضيه باتجاه محمد غدار وكنا شفنا اول اهداف هالمباراه. ما في تسلل ابدا. الامر واضح فعلا على الشاشه. حتى كان واقف الحكم بمكان على الارجح كان مناسب يعني بالكادر الغريب الماضي يعني. ما كان واضح. على كل حال العامر الحكم المساعد الاول يرفع رايته وحرمنا من فرصه كثير كبيره لافتتاح التسجيل. مايكل هيلكبي عم يتقدم ممكن بهالفرصه نفتتح على التسجيل. هيلكبي بيلعب الكره للناحيه اليسرى خطير جدا اعتبارا ولا اجمل. ابو بكر ممكن هيلكبي يلعب العرضيه طرابلسيه ولكن موجود على الحارس كشوبة طويل جدا الحارس وفعلا عم بيكون امين بمرمى الفريق الكرجيزي. الكرة عم تنقطع مجددا ولكن التحرك الماضي والكرة الماضية جميلة جدا ورائعة جدا من ابو بكر المال. ابو بكر المال ومايكل هيلكبي تناقلوا الكرات وصنعوا الخطورة. عم نفتقد اللمسة الأخيرة. أبناء طرابلس بلشوا يتحركوا بهالمباراة ولكن الكرة حاليا الكرجيزية داخل منطقة الجزاء. ما بدنا أي هدف بهاللحظات. شو عم بيقول الحكم؟ هناك لمسة يد بالكرة الماضية. فلاديمير اللاعب الأوزبكستاني فلاديمير صاحب الرقم 18 شوفوا بالإعادة الكرة. الحكم اعتبر أنه هناك لمسة يد بالكرة الماضية. الكرة لمصلحة إيمانويل أوفوري اللاعب الغاني اللي عم بيقدم مباراة جيدة جدا لحد اللحظات. ونحن دخلنا على الدقيقة 55 وما زال التعادل السلبي بلقاء طرابلس وإف سي ألي الكرجيزي. الكرة عم تنقطع بتعود منتصف الملعب. يلا يا مغربي عم بصيب الكرة بالرأس انما الكرة بترتد لمصلحة إف سي ألي. الانطلاق من الناحية اليسرى سيا اللاعب الغيني واحد على واحد مع إيمانويل. يلا يا إيمانويل هذا اللي عم بيصير بيقطع الكرة إيمانويل المرتدة. عبد العزيز هيلكبي روح لعند أبو بكر المال. أبو بكر مفترض يلعب الكرة طويلة للأمام. محمد غدار ونو الكنترول يا غدار. محمد غدار انطلق على الكرة مجددا بقيت الكرة مع الغدار بمحاولة لعب العرضية. العرضية إلى خارج منطقة الجزاء. الكرة العرضية حافظ عليها مايكل هيلكبي مجددا الكرة. أبو بكر المال. أبو بكر معه حمزة علي بيلعب الكرة خاطئة. أبو بكر المال سيئة عم بيرتد للخلف وعم بيقطع الكره. يعني بتشعر وكانه الفريق الكرجيزي قريب من كل الكرات. فريق قوي بدنيا جدا وبتشعر ايضا بالجهه المقابله انه طرابلس بدا يتحرك ببدايه الشوط الثاني ولكن محمد غدار وكانه بعيد عن اجواء المباريات. يعني بيحتاج الوقت محمد غدار تيرجع يستعيد مستواه السابق. الكره حاليا مايكل هيلكبي عم بيلتف وبيلعب الكره للخلف. سعد يوسف بعيده ايمانويل أمام أعين جمهور طرابلس الحاضر بأعداد كبيرة بأرض الملعب اليوم وكلهم بيأملوا تسجيل الهدف بأسرع وقت للطرابلسيين ليرتاحوا أكثر بالمباراة الحاسمة مباراة الحسم لكأس الاتحاد الآسيوي. الكرة أبو بكر المال. يلا يا أبو بكر بحاول المرور بمر وبينطلق سريع هالمرة أبو بكر إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب. المفترض تمر أبو بكر المال بمهاراتك العالية. رمية تماس لمصلحة طرابلس المفترض ايضا تلعب لداخل منطقه الجزاء. هالمره بفضلوا يلعبوها قصيره لعند المغربي بحطها غازل حسام ممكن يسدد من هالمكان بيسدد الكره ولكن كوزمانوف موجود. صاروخ يا غازل حسام ولكن الحارس الكرجيزي موجود على مسار الكره. هيدا حل من الحلول الكرات من خارج منطقه الجزاء. شو بالاعاده غازي شوت صاروخ ولكن كوزمانوف موجود بالمكان المناسب. الكرة عم تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية بترتد لخارج المنطقة مجددا. غازي الحسيني بيلعبها سعد يوسف المتقدم. يلا يا سعد العرضية وين الرأسية هلكبي هلكبي بعيد الكرة للخلف ولكن ما زاد الخطورة. شوت يا حمزة شوت. الكرة عم تتسدد ولكن الكرة عم تنقطع من الدفاع الكرجيزي. حمزة علي سدد الكرة ما زالت الخطورة. مايكل هيلكبي بحطها غدار من اللمسة بتعود للناحية اليسرى. حمزة علي بمحاولة المرور ولكن القوة البدنية الدائمة من قبل اللاعب عبد الرحمنوف قوي بدنيا هاللاعب عم بيقطع الكرة وإصابة لحمزة علي. تحرك طرابلس بالدقائق الماضية. طرابلس خطير. الفريق الشمالي أصبح قريب من انتزاع الهدف الأول. يلا يا حمزة علي
يلا يا حمزة علي قوم وتابع المباراة، شو بالإعادة حمزة علي كيف عم بيحاول المرور، هل هناك خطأ يا حكم على المباراة؟ على كل حال جمهور طرابلس بدأ يتفاعل مع كل كرة، مع كل همسة، مع كل لمسة بالكرة الطرابلسية. شوفوا بالإعادة مجددا التسديد الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، واحدة من الحلول اللي ممكن يستعملها فريق المدرب نزار محروس للتسديد لمباغتة الحارس كاشوبا اللي عم بيقدم مباراة جميلة جدا، على أمل ما يستمر هالأداء العالي لحارس المرمى كاشوبا. المرور حاليا من الناحية اليسرى، الكرة بتنقطع، هل سيخطئ كاشوبا بالكرة؟ ما رح يخطئ كاشوبا، نتمنى يعني يخطئ إن شاء الله بتحسده أكيد إن شاء الله نتمنى أكيد أنه يخطئ بالكرات، واحدة من الكرات الخاطئة يلا يا مغربي، موسى على الكرة، الكرة طويلة، سعد يوسف بمواجهة، سعد يوسف عم بيحصل على خطأ، سعد يوسف عم بيقدم مباراة جميلة وتحديدا بتقدماته من الطرف الأيمن. طبعا يعني سعد يوسف بالمقابل حمزة علي يعني هيدي منظومة نزار محروس، الاتكال الكبير على الأطراف، هذا أمر واضح، يمكن يعني بعض التعب يمكن ظهر على حمزة علي على الجهة اليسرى، مشاركته العديدة بالإضافة الهجومية، الاندفاع البدني واضح، 14 خطأ على أفسي علي، هذا أمر صار واضح، فريق بدني بامتياز، مشان هيك نحن عم نحس طرابلس يعني نوعا ما الفريق الطرابلسي ما عم يتمكن من بناء الهجمات بشكل مريح ببساطه، هناك اندفاع بدني كبير، هيدا هو الانطلاق ايضا، سيلا بيلعب الكره للناحيه اليمنى، التقدم كيرغيزي من الناحيه اليمنى ايضا، يلا يا اسطنبول حافظ على الكره، بحافظ على الكره الى خارج ارض الملعب الى ركله مرمى لمصلحه عبد الطافح، هيدا واحد من اللاعبين عم بيقدم مباراه كبيره فعلا ايضا، كيدرياليف اللاعب صاحب الرقم 21 بالاضافه لصاحب الرقم 30 عبد الرحمنوف، لا سوي الهجوم ان كان فلاديمير وان كان سيلا، ولكن لو عم بيقدم المباراه نحن كل الثقه بلاعبينا اللبنانيين رح نخطف الفوز ونتاهل الى الدور القادم. يعني بشكل عام يعني كل لاعبي اف سي ال اي عم بيقدموا مباراه كبيره الى حد الوقت، يعني مجرد ما انه هن الى حد الوقت ما عم بتلقوا اي هدف، لا شك انه المنظومه عم تكون واضحه عند اللاعبين الصفر بمباراه اليوم، على امل انه نقدر طبعا نفتتح التسجيل، على امل انه نسجل اول اهداف اللقاء، يعني سيسهل مهمه طرابلس كثيرا بالدقائق المقبله من المباراه. دلوقتي هناك رمي التماس لمصلحه اف سي ال اي، كرة بتنقطع بتوصل لعند ابو بكر المال، يلا ابو بكر المال بيلعب كرة طويلة امامية باتجاه محمد غدار، ما بتوصل الكرة الى خارج ارض الملعب، رمية تماس، الحكم بشير لمصلحة اف سي اللاي. طبعا الجمهور الطرابلسي عم بيطالب فريقه بتقديم الافضل بمباراة اليوم، تحرك الجمهور الطرابلسي على المدرجات عم بيشجع فريقه بكل ما اوتي من قوة، ايضا مع مايكل هليكبي، كرة بتوصل عند ابو بكر المال، بتطول الكرة من امامه لابو بكر المال، يعني هيدي الاخطاء الفردية اللي عم تحصل بوسط الملعب عم تمنع اللاعبين الطرابلسيين بالتقدم اكثر فاكثر، مع احمد مغربي كرته لعند عبد العزيز يوسف، عبد العزيز يوسف بيلعب كرة عرضية امامية، عبد العزيز يوسف كرته سهلة عم تكون لعند كاشوبا، المدرب المساعد ايبك تاتانوف، طبعا قلق على نتيجة المباراة مما ستقول إليه نتيجة لقاء اليوم، هيدي كرة أمامية أبو بكر المال بيحاول يلعب كرة بكعب قدم وما بينجح، بتنقطع كرته بتعود مجددا لعند أحمدوف، هجمة منظمة، سيا على الجهة اليسرى، سيا بمواجهة اسطنبولي بسدد سيا مباشرة باتجاهه لعبدو طافح، بيلتقط الكرة على مرحلتين عبدو طافح، يلا يا عبدو شو بالإعادة تسديدته لسيا تخلصت على مرحلتين من عبدو طافح، ايضا مع طرابلس الكره الاماميه باتجاه محمد غدار ما بتوصل الكره، بتعود لعند محمد اسطنبلي بترك كرته لعند حمزه علي، حمزه علي كره طويله اماميه باتجاه عبد العزيز يوسف ما بتوصل الكره، بتوصل بالجهه المقابله احمدوف بتقدم بالكره، بعده عم بمر صاحب الرقم 7، التغطيه الدفاعيه ايضا عم تكون موجوده من غازي الحسين، سيا مجددا، سيا كرته لعند كيدراليف بيلعب كرة طويلة أمامية خطيرة، المحاولة ممكن خطيرة المحاولة، إنما عبدو طافح أيضا على مرحلتين عم بيخلص الكرة، تسديدة كانت من روستوموف، تسديدة على الطاير من روستوموف فعلا كانت يعني من النوع الخطر،
اللي بدأنا نشعر بالخطورة فعلا. طبعا أنا بدأت شخصيا أشعر بالخطورة بالدقائق اللي عم تمر من زمن المباراة، وإلا طرابلس مفروض يكون عندهم حلول كثيرة بالوقت. هناك كرة أمامية وخروج عم بيكون دي كاشوبا، جاهز الحارس فعلا، كاشوبا دائما جاهز. أفسي اللي على أمل أنه ما يكون جاهز بالدقائق المقبلة بالثواني المقبلة. هذه كرة أمامية مجددا اختصار المسافات، إنما الكنترول عم بيكون مميز من لاعبي اف سي الاي. احمدوف بيلعب كره على الجهه الثانيه مطرح ما موجود سلطانوف، بيلعب كرته الاماميه ايضا احمدوف، ممكن يلعب كره عرضيه، كرته العرضيه لداخل منطقه الجزاء، انما الراسيه عم تتخلص باللحظات الاخيره. وايضا احمد مغربي بعيد الكره طرابلسيه، انطلاقه بالهجمه المرتده، انما اسرع عم بيكونوا لاعبي اف سي. مجددا مع احمد مغربي بيلعب كره طويله، هيدي الكرات من دون عنوان، هيدي الكرات ابدا ما بتعطي النتيجة المرجوة، يعني بتشعر وكأنه لاعبينا اللبنانيين بيفتقدوا الخبرة الآسيوية فعلا، كأنه بالدولة بيكونوا أفضل. حتى بنفس الوقت يعني عم نشوف لاعبي طرابلس أبعاد، يعني بعد خطوط بعيدة عن بعضها عم تكون بالوقت. أبو بكر المال بيعكس كرته الخلفية لعند غازي الحسين، يلا يا طرابلس. سعد يوسف بيلعب كرة أمامية، مايكل هليكبي ممكن يمر بيلعب كرته أيضا لعند أبو بكر المال، كرته الأمامية لأبو بكر المال باتجاه سعد يوسف. بالجهة المقابلة أحمدوف بهدي كرته على صدره، بيلعب الكرة الأمامية روستوموف، الكرة الخلفية سلطانوف، مجددا الكرة للأمام، تدخل عم بيكون محمد اسطنبولي اللاعب السوري، حمزة علي محمد اسطنبولي، أحمد مغربي مجددا، وين الزيادة العددية؟ وين الكرات الأمامية؟ هيدي وحدة منهم، إنما الكرة بتنقطع بتعود مجددا. هل بإمكان طرابلس إنه يحصل على الكرة بشكل سريع؟ إنما كيدي راليف هو اللي عم يحصل على الكرة، صاحب الرقم 21 بيلعب كرة طويلة باتجاه سيا، انما التغطيه الدفاعيه عم تكون حاضره. هل هناك خطا؟ الحكم بيشير لمتابعه المباراه لوجود خطا. طبعا سيا اللاعب الغيني عم بيطالب بخطا كان باللقطه الاخيره، مع التدخل عم بيكون موجود من ايمانويل، انما الحكم الرئيسي احمد ابو بكر الكاف. يعني تعاطف، ما نحن ما في خطا، ما في شك التعاطف هو كثير، انما الحقيقه شيء والتعاطف شيء اخر. التعاطف كثير كبير مع طرابلس اليوم، الطرابلسيين اليوم على موعد انه فريقهم يقدر ينتقل الى دوري المجموعات. هي لحظه تاريخيه تحدثت عنها لطرابلس. هذا هو احمدوف عم ياخذ التعليمات من المدرب المساعد ايبك تاتانوف. ايضا مع عبده طافح بيلعب كره طويله اماميه، وين الخطورة الطرابلسية؟ وينك يا عبد العزيز يوسف؟ وينك يا مايكل هليكبي؟ وين اللاعبين؟ هذه كرة أمامية باتجاه محمد غدار، يعني الكرات عم تكون طويلة، في تسرع، أكثر الكرات عم تكون طويلة باتجاه المهاجمين. كل اللي عم تابعنا بهالوقت، طرابلس كانوا أضاعوا ضربة جزاء بالشوط الأول، كان بإمكانهم التقدم، إنما كاشوبا حارس مرمى اف سي الاي كان عنده رأي آخر. هذا هو محمد اسطنبولي اللاعب السوري الجديد بصفوف طرابلس، طبعا مع الجهاز الفني المدرب المدير الفني لطرابلس نزار محروس. خلف المدرب اسماعيل كرطام الفلسطيني، هذه كره اماميه، تدخل عم بيكون من ايمانويل، الحكم عم بيشير لخطا. يلا يا طرابلس، مفروض بهالوقت من المباراه نعمل الخطوره، يعني بدايه الشوط الثاني وتحديدا بالخمس دقائق اللي مروا طرابلس غائبين عن الخطوره، غائبين، ما عم يقدروا يوصلوا لمنطقة الجزاء. هيدي وحدة من الكرات، محمد غدار ممكن يمر، بمر محمد غدار، بعده عم يتقدم، ممكن الكرة العرضية لغدار صاحب الرقم 18، ممكن يعكس الكرة العرضية خطيرة لمحاولة مسح طرابلس، الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، لا الكرة بتوصل سهلة لعند كاشوبا، الكرة سهلة عم بتكون عند حارس مرمى اف سي الاي كاشوبا، عم بيقدم مستوى لافت هالحارس، على الأقل إنه ما عم تمر الكرات عنه. ايضا مع تدخل مايكل هليكبي بعيد الكره طرابلسيه، تقدم لسعد يوسف، سعد بعده عم يتقدم، سعد صاحب الرقم 7 مواجهه صاحب الرقم 7 بالجهه المقابله احمدوف، انما سعد يوسف وصل كرته عند احمد مغربي، المغربي كره طويله، كنترول مميز عم بيكون من محمد غدار، ممكن يسدد بيعكس كرته العرضيه محمد غدار، جول جول جول، لا 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 لا، ما معقول، عبد العزيز يوسف محمد غدار وضعه بمواجهه المرمى تماما، انما عبد العزيز يوسف تسديدته كانت عم تنحرف او عم تنقطع، عم نشوف بالاعاده عبد العزيز يوسف، ما وصلت الكره اصلا لعند عبد العزيز يوسف، انقطعت باللحظات الاخيره
فرصة كتير كبيرة لطرابلس، أشعلت المدرجات من خلال هالفرصة مع أحمد مغربي خلف الركنية الطرابلسية بتنلعب لداخل منطقة الجزاء. خطيرة المحاولة، ممكن يكون إنما الكرة عم تنقطع، الكرة عم تنقطع، خطورة طرابلس بهالوقت. كلنا بدنا طرابلس إنه يتقدم بالمباراة. أيضا الكرة العرضية وأيضا مقطوعة، الكرات العرضية عم تكون مقطوعة، وحدة من أخطر فرص الشوط الثاني من دون أدنى شك. كرته الأمامية لغدار كانت من دون أي حل، كانت بالنسبة لدفاع اف سي اللاي، انما باللحظه الاخيره خلق احد المدافعين وخلص الكره من امامه لعبد العزيز يوسف. فعلا فرصه خطيره جدا، يمكن لو وصلت لقدمه لعبد العزيز يوسف بالتاكيد جول، هدف داخل الشباك. الكره طويله مجددا، كره طويله جدا لعند مين؟ لعند ابو بكر المال، عم ياخذ كل وقته ابو بكر، ممكن يمر بمر، ممكن يلعب العرضيه. يلا يا ابو بكر شو عم تعمل يا ابو بكر المال؟ مفترض تلعب العرضية يا صاحب الرقم 10. ثلاث مهاجمين من طرابلس داخل منطقة الجزاء، نزار محروس رح يجن على الكرة الماضية. غريب جدا يلي عمله أبو بكر المال. على كل حال مفترض يلعب الكرة العرضية، الغدار موجود، مايكل هليكبي أيضا كان داخل المنطقة، وأيضا عبد العزيز يوسف. دخلنا على الدقيقة 69 والنتيجة ما زالت سلبية، بنأمل طرابلس يسجلوا هدف بأسرع وقت ممكن لإراحة أعصاب الجماهير الموجودة بكثرة اليوم بأرض ملعب طرابلس البلدي. يلا يا طرابلس، الكرة ملعوبة على مشاف المنطقة. يلا أبو بكر، الكرة الرأسية ما زالت داخل المنطقة، الخطورة، الكرة عم تنقطع. صلب تماما دفاع الفريق الكرجيزي، وحالة تسلل مجددا، حالة تسلل مجددا. عبد الله طالب عم بيتحضر للدخول إلى أرض الملعب، قائد طرابلس اللي عم بيلاقي فعلا التصفيق من الجماهير. عبد الله طالب مكانه لمحمد غدار اللي عم بيترك ارض الملعب، يعني رقم الغدار رح يكون موجود داخل ارض الملعب ومحمد غدار رح يكون خارج ارض الملعب. فعلا رقم غدار 22 بارض الملعب ولكن رح يكون خارج ارض الملعب. كان مفترض محمد غدار اكيد يكون عم يفتح التسجيل، انما عم نشوف بالاعاده حاله التسلل الماضيه، العوده للتسلل الواضح. دخول عبدالله طالب الى ارض الملعب قائد الفريق، واستلم شارط القياده من احمد مغربي. التصفيق كبير من الجماهير، كره خطيره من الناحيه اليسرى على دفاع طرابلس، انتبهوا تماما بالكره القادمه. اخمدوف عم بمر بيلعب العرضيه، وين الكره؟ وين الدفاع يا طرابلس؟ الكره ما زالت مع الفريق الاصفر، بتبقى ببناء الهجمه. الفريق الكرجيزي ممكن يشكل الخطوره بهالكره، وينك يا عبد الطافي؟ اخراج على الكره سيل، هناك حاله تسلل، راي التسلل بالكره الماضيه. سيا موجود وايضا سعد يوسف، وهيدا هو محمد غدار. لو سجلت ركله الجزاء يا غدار طبعا كان اراح الفريق بشكل كثير كبير بالدقائق المقبله. انما محمد طبعا محمد غدار بيبقى واحد من اللاعبين الهدافين، ما بدنا ننسى ان محمد غدار يعني بعيد نوعا ما عن فترة طويلة صحيح المباريات، هذا امر ما بدنا ننساه ابدا عن لاعبنا الدولي. وايضا كشوبة اللي عمل انجاز على ركله الجزاء لمحمد غدار على امل الهدف يكون طرابلسي. طبعا وجود محمد غدار مع طرابلس عم يلعب المباريات الاسيويه بالاعاره من فريق النجمه، لانه هو كان بدا مع فريق النجمه وايضا عنده صولات وجولات محمد غدار مع الشباب البحريني الاهلي المصري. ايضا تشرين السوري وايضا تجربته الماليزيه ما بتنسى ابدا، ما هو ايضا نفس الوسط العراقي. الكره عم تلعب للناحيه اليسرى حاليا الى خارج ارض الملعب، رميه تماس لمصلحه اف سي الي الفريق الكرجيزي يلي فعلا فاجأ الكتار يمكن خلف شاشه الجديد. فعلا فاجأنا كل يلي كانوا ناطين هالمباراه، اعتبروا انه مباراه مفترض تكون سهله لطرابلس. خلينا نحكي سهل بصراحه، ما فيش سهل بعالم كره القدم، ما في فريق ضعيف اصلا يعني بهالوقت بهالعصر من كره القدم. فعلا التكتيك عم بيكون واضح، وتحديدا التغطيه الدفاعيه والاستراتيجيات الدفاعيه المعتمده من قبل المدربين عم بتخلي الفوارق بكره القدم قليله جدا، وخاصه يعني هيدي المباراه يعني وكانها نظام كاس، يعني غالب والمغلوب، يعني خروج المغلوب مباشره هذا الامر يعني بيحتم استراتيجيه معينه بهيك نوع من المباريات. عبد العزيز يوسف أليموف كانوا تعرضوا لاصابه خطيره بالراس بعد ما استلموا ببعضهم اكيد، وهذا خط بدلاء طرابلس اللي عم بتحضر اللاعبين جميع اللاعبين، واكيد الحلول موجوده عند نزار محروس. وليد فتوح ممكن يكون احد الحلول اللي بتدخل الى ارض الملعب ليكون موجود ومساعد فريقه، ايضا محمد مقصود
يلي ممكن يصنع الفارق الهجومي. بشكل يعني تبديلات منتظره من المدرب السوري نزار محروس. كنا تحدثنا عن حضور سوري بالبطوله الاسيويه، كانت اول بطوله كان احرزها الجيش السوري بعام 2004، كان على حساب الوحده، كانت بطوله سوريه بامتياز باتحاد بكاس الاتحاد الاسيوي، كان فاز ذهابا 3-2 ايابا 1-0. مجموع المباراتين بيكون احرز اللقب نادي الجيش السوري بعام 2004. وايضا فريق اخر سوري كان احرز لقب كاس الاتحاد الاسيوي هو الاتحاد السوري عام 2010 لقب. والفرق السوريه كانت عم تكون موجوده بقوه بكاس الاتحاد الاسيوي. تحدثنا طبعا عن الحضور اللبناني وخاصه بالوصول الى المباريات النهائيه، كان تحدثنا بعام 2008 فريق الصفا كان وصل الى المباراه النهائيه بمواجهه المحرك البحريني، كان خسر بوقتها كان المدرب سمير سعد مدرب فريق الصفا، بالاضافه ايضا فريق النجمي وصل بعام 2005 ذهابا كان خسر بنتيجه 1-0، كان تلعب يعني يلعب النهائي بمبدا يعني مباراه الذهاب ومباراه الاياب، كان خسر 1-0. خالد سعد كان سجل، وايضا بمباراه الاياب سجل هدفين للنجمه دائما موسى حجاج حاضر من ضربه جزاء، وايضا كان سجل هدف رائع دائما موسى حجاج. دائما موسى حجاج اكيد ملهم النجمويين، ولكن حاليا مين رح يكون ملهم الطرابلسيين بالمباراه؟ حاله تسلل جديده بالدقيقه 74، ما زالت النتيجه السلبيه بلقاء اليوم. التقدم مطلوب للطرابلسيين اكثر، الضغط على حامل الكره، ما نسمح ابدا للمساحات لانه الفريق الاخر فريق منظم وبيعتمد على الهجمات المرتده بشكل كثير كبير. عم نشوف بالاعاده حالات التسلل يلي عم يطلقها الحكم ابو بكر العامري. الكره حاليا بالهجمه المرتده طرابلسيه، الكره بتنقطع بتعود للفريق الكرجيزي. سلطانوف بيلعب الكره طويله للامام، هجمه ممكن تشكل خطوره سيئه، ولكن خلف الكره موجود سعد يوسف. سعد بتخاطر يا سعد، لعب الكرة للأمام، عم بيحصل على خطأ سعد، ويسعى يعني بيحصل على خطأ. دخلنا على الدقيقة 74 وشوف اللياقة البدنية العالية بتقطعوا فيها لاعبي اف سي اللاي، أمر لافت جدا يعني الضغط الكبير اللي عم يعملوه على لاعبي طرابلس إلى حد هالوقت. يعني من عملية الإحماء كنا حكينا محمود تحت الهواء، كنا عم نحكي إنه فريق على ما يبدو جاهز بدنيا، وهذا اللي ثبت لنا إياه الفريق الكرجيزي أثناء المباراة. قريبين من كل اللاعبين، هيدي مشان هيك نحن عم نحس بصعوبة ببناء الهجمة عند طرابلس، ولكن طرابلس عم يتحرك بهالاثناء. عبد الله طالب باللمسه يلي عبد العزيز، عبد العزيز يوسف بعيدا عن عبد الله طالب بمحاوله لتحريك خط الهجوم. مايكل هيلكبي للخلف، التقدم طرابلسي بهالاثناء والتمريرات الطرابلسيه جميل جدا يا عبد الله، هناك خطا، خطا لمصلحه طرابلس بمكان خطير بالدقيقه 75. جمهور طرابلس كله عم بيهتف حاليا باسم عبد الله طالب، يعني عبد الله طالب عم بيحصل على خطا بمكان من شأنه يشكل خطورة كثير كبيرة على مرمى، مكان أكثر من مناسب بالنسبة لطرابلس يعني لحسم هالموقع اليوم. كاشوبا هلا حيكون جاهز على الكرة؟ بنأمل ما يكون جاهز أبدا. والجنس اللطيف أكيد الموجود بكثرة اليوم بالمدرجات ليتابعوا طرابلس، ليتابعوا ممثل لبنان أحمد أبو بكر الكاف حكم المباراة. أعطى خطأ عبد الله طالب من هالمكان، مفترض يشكل خطورة عبد الله طالب. عبد الله طالب بيمتاز بتسديدات صاروخية، واكيد نزار محروس طالب الهدف يا عبد الله طالب، وكل اللبنانيين عم بيطالبوا بالهدف. خلف الكرة ايضا مايكل هيلكبي، سعد يوسف، حمزة علي، عبد الله طالب، مين رح يسدد؟ على ما يبدو هناك خطوة رح تتنفس بالكرة القادمة. شو ما عملتوا يا طرابلسيين، بدنا الهدف، بدنا الجول، بدنا الشباك تهتز بالكرة. احمد ابو بكر الكاف عم بيطلق صافرته للتنفيذ، يلا يا طرابلس. ما عم بيصفر، ما معقول شو عم بياخذ وقته هالحكم باطلاق صفرته. الكره رح تتنفس حاليا، يلا يا طرابلس، مين اللي حيسدد؟ مايكل هيلكبي عم بيشوط، ولكن الكره جنب القائم الايمن. تنفيذ الكره كان جميل جدا، مايكل هيلكبي اللاعب الغاني سدد سنتيمترات جنب القائم الايمن. شوف بالاعاده كيف مرر الكره بكعب القدم هيلكبي، شوط سنتيمترات جنب القائم. لو صاب المرمى هيلكبي كانت خطره تماما على كاشوبا، على امل طبعا انه مايكل هيلكبي يصيب الشباك، على امل انه عبد العزيز يوسف انه يهز الشباك، على امل انه عبد الله طالب يغير الكثير بالخطوط الاماميه الطرابلسيه، على امل انه طرابلس يفتتح التسجيل بلقاء اليوم مع سعد يوسف بيلعب كره طويله اماميه لعند عبد العزيز يوسف. عبد العزيز بيلعب كرته او بيحافظ على كرته، عبد العزيز بيحصل على خطا
التركيزي وطرابلس الرياضي اللبناني. بالوقت الحكم عم يتدخل بالانذار الشفهي. وشكرا. انذار شفهي عم بيكون لرخمانوف مع الخطا لمصلحه طرابلس. عبد الله طالب موجود خلف الكره، هو على التنفيذ بالانتظار مايكل هليكبي بانتظار راسيته لعبد العزيز يوسف. عودنا بالفتره الاخيره سجل براسه. عبد الله طالب خلف الكره بيلعب كره قصيره. عبد الله طالب سعد يوسف بيحاول يمر، بيمر سعد يوسف بيعكس كرته على الخلفيه، ممكن التسديده لحسين بيسدد. غازي الحسين بيسدد تسديدته الى خارج ارض الملعب. كان في حلول كثيره بالكره الاخيره، شوفوا عصبيه كاشوبا على خط دفاعه. واضح تماما الحارس كاشوبا امله كثير كبير بالتاهل اليوم، امله كثير كبير بالتاهل الى المجموعه الثانيه اللي بتضم الفيصلي الاردني نفط الوسط العراقي والاستقلال التاجيكي. 9 تسديدات عم تكون لطرابلس بمباراه اليوم، يعني التسديدات التسعه مفروض وحده منهم تصيب الشباك، هيدا كان املنا من بدايه اللقاء. هيدي كره اماميه ايضا لمصلحه طرابلس. المحاولات الرأسية كرة مقطوعة بتعود طرابلسية، الكرة إلى خارج أرض الملعب طبعا بسبب وجود عبد الرحمنوف على أرض الملعب. ألف سلامات لعبد الرحمنوف جهة المقابلة. عملية التحمية يعني مش بعيدة أبدا، عم تكون حاضرة، مش بعيدة أبدا نشوف اللاعبين الكرجيزيين إنه يكونوا بهالطريقة، يعني عم ياخذوا كل وقتهم للنهوض من أرض الملعب. يعني كل ما تقدمت المباراة وطرابلس ما سجل هدف، هيدا أمر رح يخدم مصلحة الفريق الكرجيزي. طبعا كنا حدثنا بالبداية على إنه الفريق الكرجيزي كان تأسس عام 1960، تحدثنا على إنه شارك بالدوري المحلي بدء من استقلال كيرغستان عن الاتحاد السوفيتي عام 1992، شارك وخلالها ب 24 مسابقة، كان حل وصيف 5 مرات وأحرز لقب مرتين عام 2013-2015. أيضاً كان شارك اللاي بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2014 عندما تخطى بوقتها الشباب الظاهرية الفلسطيني بصعوبة بالدور التمهيدي. بالوقت الكرة عم تتحرك بهالوقت لعند كاشوبا، كاشوبا بيلعب كرة أمامية. المحاولات انما عبد الله طالب يقطع الكره، بيحمي كرته عبد الله طالب. هناك رايه عم يعتبر الحكم المساعد الاول ابو بكر العامري انه هناك خطا لمصلحه اف سي اللاي، وهناك ايضا امر لافت محمود. شو بالاعاده هالخطا، الامر اللافت اللي عم بتحدث عنه، ولا اي تبديل للفريق الكرجيز لحد الدقيقه 80. في داعي للتبديل بالنسبه للفريق الكرجيزي، عم يتمتع بلياقه بدنيه عاليه الى حد هالوقت، عم يقدر يكون عنده حضور لافت. اصحاب الرقم 7 بصراع دائم، اصحاب الرقم 7 احمدوف وسعد يوسف، وتعليمات عم تكون من المدرب نزار محروس على امل انه فريقه يقدر يتخطى اف سي اللاي. سنتابع مع رامي التماس، سعد يوسف بيلعب كرته باتجاه عبد الله طالب، راسيته لعبد الله طالب بتوصل سهله لعند الدفاعات والكره الى خارج ارض الملعب. الحكم بشير انه هناك رمي التماس لمصلحه طرابلس. دخلنا على الدقيقة 81، ممكن تكون مباراة 1-0 بمباراة اليوم، ممكن طرابلس ليش لا، إن شاء الله طرابلس يقدر يهز الشباك. سعد يوسف على طريقة الكورنر، سعد يوسف بيلعب كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء من رمي التماس إنما مقطوعة مع غازي حسين. أيضا سعد يوسف بيعيد الكرة طرابلسية مع محمد اسطنبولي. اسطنبولي بيلعب كرة طويلة للأمام لعند مايكل هيليكبي، هيليكبي والكرة إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة طرابلس، مفروض تسريع إيقاع اللعب بهاللحظات، مفروض لعب الكرات بشكل أسرع إنما مش بتسرع. كرة لعند عبد العزيز يوسف مجددا، طرابلس مع الكرة الأمامية خطيرة، ممكن يكون محاولة داخل منطقة الجزاء إنما الكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة طرابلس. دخلنا على الدقيقة 82، النتيجة لا زالت سلبية. طرابلس كان أضاع ضربة جزاء بالشوط الأول، كان مباراة لإلى محمد غدار، والنتيجة لا زالت التعادل السلبي بين الفريقين مع الدقيقة 82. مع رمي التماس مومينوف اللاعب الباكستاني
عبر التماس اماميه مع محمد اسطنبولي مع تدخل عبد العزيز يوسف. صيدا او اللاعب الاوزبكستاني، منه اللاعب الباكستاني، طبعا لاعبين اوزبكستانيين عم يكونوا موجودين بتشكيله اف سي الاي. هيدي تمريره خاطئه لما سعد يوسف بيترك الكره تروح الى خارج ارض الملعب. ركله مرمى لمصلحه طرابلس. عبده طافح مع الكره الطويله من ايمانويل اتجاه عبد العزيز يوسف مع تدخل عبد الله طالب. بتعود الكره عند اف سي مش توقت طويل. عبد الله طالب مجددا ممكن يستعمل مهاراته. عبد الله طالب بيحمي كرته، بتقدم عبد الله طالب بعرض الملعب، بيلعب كره عرضيه اماميه انما الكره العرضيه ما بتوصل. عند تدخل مجددا حمزه علي، الكلب انتظار كرته لحمزه علي، بيلعب كرته الخلفيه، هيدي كره ساقطه لداخل المنطقه انما الى خارج ارض الملعب. ركله مرمى لمصلحه اف سي الاي. دخلنا على الدقيقه 83، النتيجه لا زالت سلبيه. هذا هو اللاعب الغيني سيا. في لاعبين على ارض الملعب، سيا على ارض الملعب، ايضا هناك لاعب اخر من فريق الجيزه على ارض الملعب، لاعبين تعرضوا لاصابه. الارجح اللي هو الليموف، الليموف الارجح هو الموجود على ارض الملعب بالجهه المقابله. الليموف عم بيحكي مع عبد الله طالب على ما يبدو. مع دخول إذن المسعفين إلى أرض الملعب، اليوم كل شيء حاضر بملعب طرابلس. إذن اللاعب اللي كان موجود على أرض الملعب هو عبد الرحمنوف. ألف سلامات لعبد الرحمنوف. والتبديل أول تبديل بصفوف اف سي الاي. إذا صاحب الرقم 17 ماماتوف عم يتحضر للدخول. حنشوف مكان مين. مكان فلاديمير. إذا فلاديمير عم يخرج بالوقت اللي ماماتوف عم يدخل إلى أرض الملعب لمتابعة الدقائق المتبقية اللي هي أقل من 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من مباراة اليوم، مباراة بالدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. الفائز من هالمباراة سيلتحق بالمجموعة الثانية بتضم الفيصل الأردني، نفط الوسط العراقي والاستقلال التاجيكي. هيدي هجمة طرابلسية، يلا يا طرابلس مفروض إنه نعمل شيء بهاللحظات، مفروض نصنع الخطورة. الصراع كبير قوي عم بيكون على الكرة الأخيرة، والحكم شو بيشير؟ بيشير إنه الكرة خرجت ركلة مرمى لمصلحة اف سي الاي. هو يصير لاعب صاحب الرقم 4 أليموف. يعني الواضح ايضا محمود انه مدرب الكرجيزي كان ادخل لاعب وسط واخرج لاعب مهاجم، فلاديمير لاعب مهاجم، ماماتوف لاعب وسط. على ما يبدو الامور اصبحت واضحه، يعني على ما يبدو عم بيتجه للذهاب بعيدا بهالمباراه. ممكن هيك هي الترجيح، ممكن انما هناك 5 دقائق يعني وقت منه صغير ابدا امام طرابلس من اجل حاسم نتيجه المباراه وعدم يعني يقدر ينجح الفريق الكرجيزي جر طرابلس الى وقت اضافي بمباراة اليوم. هيدي كرة أمامية أيضا عبد العزيز يوسف، بتوصل الكرة عند عبد العزيز مع تدخل عبد الله طالب. ممكن هيدي الانطلاقة، إنما الانطلاقة انطلاق بمر بالوقت، الكرة بتروح إلى خارج الملعب. عبد العزيز يوسف كاد إنه يمر بالكرة الأخيرة إنما كرته كانت طالت إلى خارج أرض الملعب. رمي رمي التماس لمصلحة الفريق الكرجيزي. دخلنا على الدقيقة 87، المباراة عم تلفظ أنفاسها الأخيرة بالدقيقة 90. اكيد بنامل طرابلس ينهي المباراه بالدقيقه 90. حمزه علي بيلعب على التمريره، اسطنبولي لعند ايمانويل، ايمانويل بيلعبها لعند سعد يوسف، سعد عم يبحث عن لاعب، بحاول على المرور وبيحصل على خطا بالسيا اللاعب الغيني. عبد الله طالب خلف الكره بيلعب مباشره للامام، التقدم احمد مغربي، خطا لمصلحه طرابلس، خطا لمصلحه طرابلس من مكان مجددا رح يصنع خطوره، لانه بيمتاز فريقنا اللبناني باكثر من لاعب بالتسديد من هالمكان.
اللاعبين اللبنانيين اللي بيمتازوا بالتسديد من هالمكان. حمزه علي بالرجل اليسرى، ايضا عبد الله طالب ممكن يسدد برجل اليمنى تسديده قويه من هالمكان، وايضا مايكل هلكبي. مين اللي حيسدد الكره القادمه؟ دخلنا على الدقيقه 87، التشاور موجود، والفريق الكرجيزي ايضا منظم، الفريق منظم جدا دفاعيا، يعني على الرغم من عدم قدوم مدربه الى لبنان الا انه قدم المباراه المطلوبه منه، على امل انه ما يستكمل الحارس كاشوبا أدائه الموفق بهالمباراه. صاحب الرقم واحد الظاهر على الشاشه امامنا نزار محروس عم بيعطي التعليمات، مين اللي حيسدد؟ هلا حنصنع الخطوره بهالكره يا طرابلسيين، على امل انهاء المباراه قبل الدقيقه 90. مايكل هيلكبي، حمزه علي، مثل ما قلنا عبد الله طالب، ايضا سعد يوسف خلف الكره، احمد مغربي موجود بحائط الصد، ايضا عم بيترك حائط الصد حاليا وعم بتوجه لاخذ مكان له داخل منطقه الجزاء. التسديد لا، مايكل هيلكبي بيلعبها، سعد يوسف لعب العرضيه، سعد العرضيه دخل المنطقه، جول. لا، الكره عم بتمر، الكره عم بتمر باللحظه الاخيره الى خارج ارض الملعب، ولكن تنفيذ الخطه كان رائع من قبل لاعبي طرابلس. عبد الله طالب بيلعب رميه التماس، حمزه علي لعب العرضيه دخل المنطقه، يلا يا عبد العزيز طلع بالراس، ولكن كاشوب الطويل موجود على مسار الكره. يعني بالضربات الحره طرابلس واضح من بدايه اللقاء مرنين ومدربين عليهم كثير منيح، وخاصه بتعليمات من نزار محروس، كل ضربه حره عم تتنفذ بطريقه مختلفه. رائعه جدا الضربه الحره الماضيه دازل. تنفيذ الكرات بالركلات الثابته من شانه اعطاء اضافي لاي فريق، المدرب يشتغل على الركلات الثابته وبامكانه خطف مباراه من هيك كرات، وكان عملها باللحظه الاخيره، تخلصت الكره من داخل منطقه الجزاء. طبعا هذا شغل المدرب ببين واضح عاده بالفريق، يعني اذا الفريق فشل بالتسجيل ممكن يكون في حلول اخرى هي من الضربات الحره او من الركنيات، وهذا الامر ما استفاد منه طرابلس اليوم. فعلا الركنيات، الضربات الحره، وايضا بيكون هناك تعليمات من المدرب في حال كان هناك فريق منظم مثل هالفريق انه تسدد من خارج منطقه الجزاء لمباغره الحارس. شفنا مره واحده الفريق طرابلس عم بيسدد من خارج منطقه الجزاء وكانت عن طريقه لاحمد مغربي. الكرة عم تنقطع، بتعود مجددا الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي مع المباراة. سيا، هل هناك تسلل؟ ما في أي تسلل، بقول الحكم سيا انتبهوا كثير منيح الدفاع طرابلس من الكرة. سيا بيحاول المرور بمرمي الأول، من الثاني إيمانويل موجود، إيمانويل عم بيقدم مباراة جميلة جدا، اللاعب الغاني بهاللقاء، سيا الغيني وإيمانويل الغاني. المواجهة الخاصة عم بتكون بين اللاعبين الصمر بلقاء اليوم على ملعب طرابلس البلدي. آخر الكرات للفريق الكرجيزي على امل ما تشكل اي خطوره على مرمانا. انتبه يا عبد طافح، وعلى الدفاع طرابلس ايضا يكون مركز تماما بالكره بتلعب، انما بدون اي خطوره. مرت الكره الاخيره بدون اي خطوره، وثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع عم بيرفعهم حكم المباراه الرابع محمود سعيد الحكم العماني. ثلاث دقائق على امل نسجل هدف، الكره عم تلعب، روح يا هيلكبي، ولكن موجود مجددا كاشوبا بمحاولة لبناء هجمة من الهجمات الأخيرة بالمباراة. الكرة بتلعب للناحية اليمنى، على دفاع طرابلس يكون حاضر بالكرة، خطأ لمصلحة طرابلس، حكم بيقول ما في أي خطأ، الحكم بيقول ما في أي خطأ، والكرة عم تلعب طويلة لعند سيا. إيمانويل بيقطع الكرة، موجود إيمانويل، عبد الله طالب، روح يا عبد الله طالب لمحاولة بناء الهجمة. أبو بكر المال عم بيكون بطيء من الناحية، أبو بكر المال عم بيطلب كل الكرات بقدمه، الكرة ملعوبة، عبد العزيز يوسف الخطير ممكن يلتف حول نفسه بعيدة، أبو بكر لعب العرضية، أبو بكر عم بيسدد بدون أي خطورة يا أبو بكر المال، بدون أي خطورة بالكرة الماضية. أبو بكر المال مفترض يلعب العرضية ولكن حاول التسديد وما شكل الكرة أي خطورة. سعد يوسف الرمية أو رمية التماس رح تلعب طويلة على طريقة الكورنر مثل العادي، يلا يا سعد يوسف قد ما فيك لداخل المنطقة، لا بيلعبها عند عبد الله طالب، عبد الله بيمر بشكل ولا أجمل، بيلعب العرضية جميلة جدا يا عبد الله طالب، رائع جدا يا عبد الله طالب، ملا مرور يا صاحب الرقم 22 بالمباراة، ولكن شوفوا بأي طريقة مر، ملا مرور وملا تسديدي، روعة روعة عبد الله طالب باللقطة الأخيرة. المباغة كانت مطلوبة بالكرة وفعلا باغت الجميع عبد الله طالب، ولكن مرت الكرة جنب القائم الأيمن. كاشوبا عم بياخذ وقته وعم بيلعب الكرة، الكرة عم تقطع منتصف الملعب، سيا علم الاجتماعي بأرض الملعب، العلم الأحمر مع الفريق الأزرق. يا سلام يا عبد الله طالب شو عم تعمل بهالمباراة، عبد الله طالب فور دخوله حرك الوسط، جميل جدا هاللاعب، رائع جدا قائد طرابلس. خطأ من غازي الحسين، الكرة لعند سيا المتحرك بهالمباراة، أفضل لاعبي الفريق الكرجيزي سيا، هذا أمر صار واضح. نص الفريق سيا، يعني جرافة بشرية فعلا بأرض الملعب.
بيعرف امتى. شوف عبد الله طالب يا سلام يا سلام بالجهه المقابله شو عم بيعمل بهالمباراه فعلا. الكره حاليا لمصلحه الفريق الكرغيزي على الدفاع. طرابلس ينتبه تماما. اخر دقيقه، اخطر دقيقه اكيد هي اخر دقيقه لما تكون مباريات هيك مقفله بهالطريقه، لانه اي خطا بالتركيز بيكون قاتل. الكره ملعوبه لداخل منطقه الجزاء، الكره بتنقطع، غازي الحسين بشتتها للامام، ابو بكر المال بالراس، يلا بالمرتد يروح يهلك بيه، هلك بيه، تاخر لوصل للكره عبد الله طالب بمحاوله لبناء هجمه سريعه ولكن كرته بعيده الى خارج ارض الملعب او لا. كاشوبا، كاشوبا وصل للكره وراح يلتقطها. كاشوبا حاضر ذهني، حكينا كثير عنه فعلا يعني، ولكن عمل كل شيء بهالمباراه، بيخرج وقت ما لازم يخرج من 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 منطقته، يعني توقيت مناسب دائما بالصعود للاعلى، فعلا عم بيقدم واضح كل شيء. الكره طويله على امل ما يكون منيح بركلات الترجيح اكيد اذا وصلنا لهالوقت. الكره عم تنقطع وخطا لمصلحه طرابلس، والثواني عم بتمر على امل محمد اسطنبول لما يكون اصيب. البطاقه الصفراء عم ترفع حاليا وبهاللحظات البطاقة الصفراء بعتقد لا ماماتوف، ماماتوف عم بيتعرض للبطاقة الصفراء، وبهالاثناء حكم المباراة عم بيعلن نهاية الوقت الاصلي من اللقاء. لحظات مع الاعلان وبعدها رح نتابع الشوط الاضافي الاول. Extra time will consist of two periods of 15 minutes in each half. سيداتي سادتي، نتيجة المباراة للشوط الثاني هي FC Alay Kyrgyzstan 0 ونادي طرابلس الرياضي لبنان 0. لمعرفة الفائز في هذه المباراة سيتم احتساب شوطين إضافيين. تحية مجددا الى جميع مشاهدينا ومن كنتم عم تتابعونا. اذا عودة الى ملعب طرابلس، عودة لمتابعة المباراة اذا بضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. اذا نادي طرابلس الى حد الوقت بعد ما قدر انه يفتتح التسجيل، وايضا FC Alay ما قدر انه يسجل بهالمباراة. شوطين اضافيين، هذا اول شوط اضافي اذا رح استفيد من وجود الكابتن جمال الحاج الى جانبي. كابتن جمال، يعني انت شاهدت المباراة، شاهدت الشوط الاول، شاهدت الشوط الثاني، برأيك وين مشكلة طرابلس؟ ليش تأخر طرابلس بالتسجيل مع العلم انه عم نشوف الفريق منظم؟ ادى فريق طرابلس مباراه جيده وجميله جدا، وقدر عم يلعب مع فريق متطور جدا ومنظم، قدر يسيطر على المباراه ويصنع العديد من الخطر والفرص، لكنه ما وفق بالتسجيل لعده اسباب. اولا طبعا ذكر اضاعه ضربه الجزاء، هذه اثرت على الفريق، بالاضافه للتماسك وقوه والتنظيم الدفاعي العالي اللي عم بيقوم فيه فريق الكرغستاني. عم نشوف مفروض بيكون في اكثر مسانده، ولو انه عم تكون مقبوله المسانده الهجوميه من ثلاث مهاجمين، لكن نشوف لازم نشوف مسانده من الظاهران اكثر، ان كان من حمزه علي ولا سعد يوسف، لحتى يقدروا يعطوا يمدوا المهاجمين بالكرات العرضيه المناسبه. لكن بشكل عام فريق طرابلس عم بيقدم مباراه ممتازه، ما بنعرف قديش بالشوط الاضافي ممكن يحافظ على اللياقه تاعيته البدنيه، على الاستمرار بالضغط، لكنه لازم نحذر تماما من فريق منظم باي كره ممكن يعمل هجمه مرتده خطره يسرق هدف ويفوز بالمباراه. يعني برايك كابتن قد ايه ممكن يكونوا اللاعبين متاثرين يمكن بوجود مدرب جديد مع الفريق اللي هو نزار محروس؟ هل انه ما في امكانيات عند اللاعبين لتنفيذ الخطه اللي وضعها الكابتن نزار محروس؟ لا برايي طرابلس عم بيقدم مباراه جيده، ومبين انه بصمه الكابتن نزار محروس موجوده من المباراه، لكنه بحاجه شوي لعامل التوفيق ليقدر يسجل، ومثل ما قلت لك النجاعه الهجوميه، لكنه مع الالتفات والانتباه لاي هجمه مرتده ممكن تشكل خطر على. بدي اتشكرك اذا كابتن جمال، عوده الى احداث المباراه بالوقت هناك هجمه طرابلسيه. شكرا كابتن جمال اذا على المشاركه مع بدايه الشوط الاول الاضافي، اللي بنتمنى انه طبعا يكون طرابلسي بامتياز، بنتمنى طبعا انه نادي طرابلس يفتتح التسجيل بشكل مبكر بالشوط الاول الاضافي بالوقت. عبد الله طالب بيلعب كره اماميه خطيره، المحاوله لمصلحه طرابلس، ممكن الكره الخلفيه انما ما في اي مسانده كانت موجوده، وايضا التسديده مباشره
مباشرة إلى خارج أرض الملعب. حمزة علي تسديدته عم تكون عالية، يعني وليد فتوح أيضا اللي عم يتحضر للدخول بتشكيلة طرابلس. التبديلات جاهزة عند المدرب نزار محروس. طرابلس عم يتحرك بالشوط الأول الإضافة، هذه تسديدته لحمزة علي كانت عالية عن مرمى كاشوبا. معقول شو عم بيعمل عبد الله طالب من فور دخوله أرض الملعب؟ لاعب مهاري بامتياز عبد الله طالب، عنده يعني تقل كثير كبير لعبد الله طالب، بيتركه دائما على أرض الملعب. خمس ركنيات طرابلس مقابل ولا ركنية لفريق اف سي الاي بالوقت، وليك الركنية الطرابلسية. سعد يوسف موجود خلف الكرة على يمينه تماما لكاشوبا. سعد يوسف الكل بانتظار كرته العرضية لداخل المنطقة، صاحب الرقم 7 سعد يوسف الكل بالانتظار بيلعب كرته العرضية لداخل المنطقة. الرأسية بتتخلص. حضور عالي جدا لكاشوبا بمباراة اليوم، حضور عالي لكاشوبا 10 على 10 بلقاء اليوم. طبعا طرابلس اليوم عم يصطدم بحارس عنده امكانيات عالية عم تظهر بأي لحظة من اللحظات. ايضا هالكرة الأمامية سهلة عم تكون عند كاشوبا، عم نشوف بالإعادة كرته الرأسية لعبد العزيز يوسف، خلصها كاشوبا بسهولة. أيضا مع طرابلس مجددا مع مايكل هليكبي، بيلعب كرته مايكل هليكبي الأمامية. كنت اعتقدت أنه ممكن يسدد مايكل هليكبي من هالمكان، إنما الكرة بتنقطع. هيدا هو عبد العزيز يوسف منه مايكل هليكبي مجددا لعند سيا. أبو بكر المال بيمر بمهاراته، أبو بكر المال بعده عم يتقدم، بيمر أبو بكر المال بعده عم بيمر، بيمر أبو بكر صاحب رام عشا بيلعب كرته على العرضية باتجاه المرمى مباشرة، إنما كاشوبا مجددا عم بيخلص الكرة. كاد إنه يخدع تماما لكاشوبا، شوفوا ردة فعله لنزار محروس بالجهة المقابلة. طبعا عم ينتظر مثلنا، مثل الجمهور الطرابلسي، مثل الجمهور اللبناني عم ينتظر أول أهداف مباراة اليوم لمصلحة طرابلس. طرابلس ما عم يقدر يسجل، طرابلس هو الأخطر مع بداية الشوط الأول الإضافة. أيضا الكرة مع السوري محمد اسطنبولي بيلعب كرته الأمامية بتنقطع، بتعود لعند اسطنبولي بيحاول يشارك بالهجمة إنما كرته مقطوعة مش لوقت طويل. بتعود لعند غازي الحسين، مجهود كتير كبير لغازي الحسين، بيلعب كرة طويلة عم يضرب خط الدفاع بهالكرات مع أبو بكر المال. طبعا بيعتمد على مهاراته بالمرور، صاحب رقم 10 بيمر، شوفوا من لا مرور من أبو بكر المال بيلعب كرته العرضية أبو بكر المال، إنما كرته عم تنقطع مرة جديدة، كرة مقطوعة بتعود لعند سيا. ممتع لما يكون حاضر ابو بكر المال، فعلا اغلب اللاعبين المهاريين بكونوا ممتعين. انما صاحب الرقم 7 بالجهه المقابله احمدوف عم بيقدم مباراه كبيره، بيحاول يمر والتبديل حاضر، التبديل الثاني بصفوف اف سي الاي. اللاعب زول دوشوف هو اللي عم يتحضر للدخول. زولدو شوف اذا رح يدخل مكان عبد الرحمنوف، رح تسمعوا كثير وسمعتوا كثير بمباراه اليوم نوف نوف نوف. طبعا اللاعبين لك لاعبي اف سي الاي الفريق القرقيزي. هذه كره طويله باتجاه سيا، انما سهله هالكره بتروح لعند عبدو طافح، المفروض نكون مستعجلين اكثر فاكثر. ودخول اللاعب رقم 8 زهوب دجوب. دخلنا على الدقيقه 96، النتيجه التعادل السلبي، كره باتجاه عبد الله طالب، انما حمايه الكره بالشكل الصحيح من عبد العزيز يوسف، عم بيطالب بخطا الحكم بامر متابعه المباراه. ايضا احمدوف بيلعب كرته الاماميه، تدخل عم بيكون من غازي الحسين بيوصل كرته لعند عبد الله طالب بالوقت لي ابو بكر المل بيحاول يمر احمدوف، شوفوا عبد الله طالب. اذا بالجهه المقابله الصراع عم بيكون كثير كبير، شوفوا سيا ومن اصبح موجود بمنتصف الملعب لمسانده فريقه. هيدي انطلاقه من ماماتوف، ماماتوف اللي دخل لمتابعه اللقاء، اللاعب البديل. دخلنا على الدقيقه 97، هيدي كره طويله باتجاه سيا، تدخل عم بيكون محمد اسطنبولي، الحكم عم بيقول خطا لمصلحه محمد اسطنبولي. طبعا لاعب خبره، عنده خبره كثير كبيره بالملاعب محمد اسطنبولي، كان لعب مع الانصار السعودي، طبعا في انصار بلبنان وفي انصار بالسعوديه،
هذه الكرة أمامية من سعد يوسف لعند عبد العزيز يوسف، بيحاول المرور، تدخل عم بيكون من حمزة علي، أيضا تدخل عم بيكون من مايكل هليكبي. يلا يا مايكل، مايكل هليكبي صاحب الرقم 12، كرته الخلفية بتوصل لعند حمزة علي. حمزة علي عم يبحث عن أي لاعب، حمزة علي ليمرر الكرة، بيعيد كرته لعند اسطنبولي. شوف التنظيم الكبير والعالي عند لاعبي طرابلس. ايضا ايمانويل بيلعب كره طويله، ايمانويل باتجاه سعد يوسف، يبكي الكره داخل ارض الملعب. سعد يوسف لعند ابو بكر المال، ابو بكر المال ممكن بمهاراته بيحاول يمر ابو بكر المال، ما بينجح بالمرور، ما بينجح بالمرور. وايضا غازي الحسين بيعيد الكره لمصلحه طرابلس، ممكن يلعب كره طويله، فعلا كره طويله اماميه بتنقطع دائما من الدفاع الاصفر. وايضا عبد الله طالب، وهناك خطا لمصلحه طرابلس، خطا من مكان خطر جدا لمصلحه الطرابلسيين. هيدا الخطا اقرب الاخطاء عم بيكون الى خط منطقه الجزاء، هيدا خطا من خلاله ممكن طرابلس يشكل خطوره كبيره، ممكن طرابلس يفتتح التسجيل. كلنا عم ننتظر الطرابلسيين بهز الشباك اليوم في حال طرابلس، يعني 21 خطا عم يرتكبون فريق اف سي اللاي مقابل 3 اخطاء فقط لطرابلس. اذا وليد فتوح عم يتحضر للدخول، مكان مين؟ مكان ابو بكر المل. وليد فتوح دائما عندما بيدخل بيسجل، هل بامكانه فعل هالامر اليوم صاحب الرقم 20؟ اذا تبديل عم يحصل بهاللحظات، ابو بكر المال عم يخرج مع كوبلي على وجهه لوليد فتوح. وليد فتوح على امل انه انت تكون الحل بالنسبه للطرابلسيين، على امل انه انت تحمل اول اهداف هالمباراه. هيدا هو وليد فتوح بالوقت، هناك خطا من النوع الخطر لمصلحه طرابلس، موجود مايكل هليكبي بالوقت لحمزه علي، ايضا موجود خلف الكره، سنتابع مايكل هليكبي وايضا سعد يوسف الى جانب الكره. مايكل هليكبي كيف رح تتنفذ هالضربه الحره لمصلحه طرابلس؟ سنتابع سعد يوسف، مايكل هليكبي، لا انما التسديده من عبد الله طالب بالمره الاولى، بالمره الثانيه بتنقطع التسديده، بالمره الثانيه بتنقطع التسديده. فعلا حزوره دائما الضربات الحره عم تكون لطرابلس، وهذا الامر مباغت وامر ايضا ايجابي لطرابلس، ولكن هناك هجمه مرتده حاليا لاف سي الي على امل ما تشكل اي خطوره. المرور الكرجيزي، التسديده رح تكون سهله على مسار الكره، كنا حطلنا هم الكره تمر على المدافعين. على كل حال بقيت مع الفريق الطرابلسي، الهجمه المرتده حاليا غازي الحسين بيلعبها طويل، روح يا عبد العزيز، عبد العزيز يوسف على مسار الكره، بينطلق السريع واحد على واحد، عبد العزيز يوسف معه هليكبي، عبد العزيز يوسف شو عم تعمل يا عبد العزيز يوسف؟ مجددا وحده من الكرات السيئه لصاحب الرقم 9 بهالمباراه، عبد العزيز يوسف على الرغم من سرعته ومهارته وخطورته الا انه يعني ما بعرف في اكيد كرات اكيد يعني امكانياته لعبد العزيز يوسف اكبر من هيك، اكبر بكثير من هيك. شوفوا بالاعاده تسديدته لعبد الله طالب كانت مباغته تماما، ولكن اصطدمت بالدفاع الكرجيزي. يعني بغض النظر انه طرابلس اليوم ما استفادوا من الكرات الثابته، انما عاجبين كثير طرابلس بتنفيذ هيدي الاخطاء بهالاسلوب وبهالطريقه، وبكل مره عم بيكون في اسلوب جديد شاغل على هالامور نزار محروس. هذا امر واضح، اسطنبول بيخلي الكره مع الفريق الازرق، الفريق اللبناني ممثل لبنان بكاس الاتحاد الاسيوي على امل نوصل لدور المجموعات من بوابه المباراه. الكره لعند حمزه علي، عم يقطع الكره حمزه علي، هلا تخرج الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه اخمدوف والفريق الكرجيزي اف سي الي القادم من مدينه اوش الكرجيزيه. يعني اخمدوف سلطانوف عم بيقدموا مباراه كبيره الى حد الوقت، يعني بخط الوسط وبخط الدفاع، وايضا عبد الرحمنوف اللي خرج كان ايضا عم بيقدم مباراه كبيره، ونجم نسيا اللاعب الغيني، وما بدنا ننسى حارس المرمى كشوبا يلي فعلا هو اللي ابقى فريقه متعادل سلبا لحد اللحظات. رمي التماس، شوفوا مساعد المدرب كيف عم بيترقب المباراه، اعصابه اكيد ايبك تاتانوف هو مساعد المدرب. الكره عم تنقطع، هجمه مرتده لطرابلس، يلا يا عبد العزيز واحد على اثنين من لمسه وحده، وليد فتوح بيلعب الكره ايضا اماميه من عبد الله طالب، ولكن الكره عم تنقطع، الكره عم تنقطع من اليموف ايضا مدافع جيد. شوفوا الاستبسال سعد يوسف باي طريقه اكروباتيه، عم بيبقي الكره داخل ارض الملعب، ولكن ما زالت الكره للفريق الاصفر للناحيه اليمنى. هناك اصابه ايضا ومجددا وما اكثر الاصابات، رستموف هجمه مرتده للفريق اللبناني، الانطلاقه حمزه علي عم يخسر كرته، وما زالت عبد الله طالب، ولكن الكره عادت لمصلحه الفريق الكرجيزي وحكم المباراه عم بيوقف اللقاء اذانا طبعا بدخول الطاقم الطبي لمعالجه رستموف. شوفوا بالاعاده، شوفوا بالاعاده باي طريقه عم بيستبسل سعد يوسف، مش جديد ابدا على صاحب الرقم 7 يلي عودنا على امكاناته الكبيره. سلامات اكيد لرستموف، كنا حكينا عن الكويت الكويتي
هو أكثر من أحرز كأس الاتحاد الآسيوي بثلاث ألقاب 2009 2012 و2013. أيضا الفيصل الأردني كان أحرز لقبين لكأس الاتحاد الآسيوي. القادسية الكويتي لقب والمحرك البحريني لقب، على حساب مين المحرك البحريني؟ على حساب نادي الصفا بال2008. يعني بغض النظر طبعا عن الألقاب، أيضا هناك الفرق اللي هي الأكثر مشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي. أيضا الفيصل الأردني هو شارك 8 مرات، الوحدات الأردني شارك 8 مرات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، الكويت الكويتي 7 مرات، النجم العهد اللبناني أيضا شاركوا 7 مرات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. هيدي الفرق اللي شاركت يمكن الأكثر مشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. نذكر أيضا أنه الدوري اللبناني دائما بيكون عنده فريقين لكأس الاتحاد الآسيوي. لايك كبير للكاميرا الجديد أكيد، ونحن كمان بنقول لايك لجمهور طرابلس الموجود بكثرة اليوم بأرض الملعب، قدروا طبعا المذيع الداخلي للملعب ب4000. أنا ما بقول لايك، أنا بقول أكثر من 1000 لايك لجمهور طرابلس. أكثر من 4000 لايك لجمهور طرابلس، فعلا هيدي بلغة اللايكات يلي عم بحبوها اكيد جماهير كرة القدم باخر فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لايك جديدة. لنبقى باجواء المباراة اكيد، واخر دقيقتين من الوقت الاضافي الاول، هلا حيتمكن طرابلس من انه يسجلوا هدف الاول بالمباراة بالشوط الاضافي الاول. الكرة عبد الله طالب بالراس، وليد فتوح، عبد العزيز يوسف بحطها، يلا يا قائد عبد الله طالب. وين عم تلعب الكرة؟ عبد الله طالب عادة بمر وبيلعب الكرة، على كل حال إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، ودخلنا على الدقيقة 104. تبديلين لطرابلس، تبديلين أيضا لإف سي ألي الكرجيزي، وما زال هناك تبديل وحيد بهالمباراة. الكرة عم تلعب طويلة من كاشوبا على مشارف البنطة. إيمانويل بمباراة خاصة اليوم، إيمانويل عم بيكون جيد جدا بمراقبة سيا على الرغم من قوة بدنية لعند سيا. عبد الله طالب بيلعبها أمامية، يروح يا عبد العزيز، لعب الكعب يا عبد العزيز، وليد فتوح بشوطه، وليد فتوح سدد عبد العزيز، ما زالت الخطورة. اللاعب الغاني عم بيلتف حول نفسه بيلعبها، عبد الله طالب مر يا قائد، مر يا قائد مر، حاول المرور ولكن الكرة عم تنقطع، ما زالت مع عبد الله طالب. يلا يا عبد الله العب العرضية، تحرر من الكرة يا عبد الله طالب، ولكن الكرة عم تنقطع مجددا من سلطانوف. عبد العزيز يوسف مرر والتسديدة لقطة المباراة. لا لا طبعا الحديث يطول عن عبد الله طالب، وايضا الحديث يطول على سلطانوف، وايضا بنفس الوقت على كاشوبا. شوف ملا تسديدة من وليد فتوح، صد رائعة كانت من كاشوبا، عم يوقف يعني صد منيع، سد منيع عم بيكون على التسديدات الطرابلسية. يعني الكل عم يترقب طبعا نتيجة مباراة اليوم، نتيجة اللقاء، من سيفوز بمباراة اليوم، من هو راح يكون صاحب أول أهداف اللقاء. بالوقت الكرة عرضية، ما ننتبه ما ننتبه ما ننتبه بهالوقت، إنما الكرة ممكن التسديدة، ما ننتبه يا دفاع طرابلس. لمسة يد الحكم بشير للمسة يد، فعلا لمسة يد يعني. وأيضا بهالأثناء عم بيعلن نهاية الشوط الأول إضافي قبل 5 ثواني من نهايته، إذا الشوط الأول إضافي عم بينتهي، ولكن مباشرة رح يتم طبعا تغيير الأماكن بهالأثناء وتبديل الملاعب، وبالتالي رح يهاجم الفريق الأصفر من يسار المنصة الرئيسية إلى يمينه، وأيضا فريقنا اللبناني من يمين المنصة إلى يساره، على أمل بالشوط الثاني أكيد فريق طرابلس محمود. لا لا يعني يسجل هدف، يعني المفروض طرابلس يسجل يحسم نتيجة المباراة قبل الوصول إلى الضربات الترجيحية. ما بتحمل ذكرى حلوة لطرابلس الضربات الترجيحية، أبدا ما بتحمل ذكرى حلوة، خاصة الكأس، الدور الربع نهائي بمواجهة النجم هو حامل اللقب، كان خرج من الدور الربع نهائي، كانوا عم بيواجهوا ربيع الكاخبي وقتها، هالمرة عم بيواجهوا كاشوبا. فعلا يعني بدهم ينتبهوا طبعا لحسم نتيجة المباراة. كاشوبا مبين عليه حارس منه سهل أبدا، ممكن يكون مقلق بضربات الترجيح، بدنا ننتبه إنه نحاول نوصل. وبهالوقت إذا لحظة انطلاق الشوط الثاني الإضافي، الكل عم بيقول يلا يا طرابلس، الكل عم بيشجع الطرابلسيين ممثل لبنان بكأس الاتحاد الآسيوي. هيدي كرة طويلة أمامية، إيمانويل عم يعمل مباراة كبيرة، بيقطع الكرة إيمانويل، أيضا غازي الحسين بالجهة المقابلة، حمزة علي عنده انطلاقات على الجهة اليسرى،
هيدي وحدة منهم صاحب الرقم 13 كرته بتوصل لعند مايكل هليكبي، وايناكا مايكل هليكبي بتقدم، مايكل هليكبي بيعلى كرة العرضية مع التقدم من الخلف، غازي الحسين بيبكي الكرة لمصلحة طرابلس، أيضا الكرة الطرابلسية شوف الوان تو ممكن الكرة العرضية، لا إنما الكرة كانت طويلة، الكرة كانت طويلة، يعني الدقائق ال 15 بهالوقت رح يكونوا لمصلحة طرابلس، الضغط الطرابلسي رح يكون واضح بهالمباراة، ممكن الكرة العرضية بهاللحظات الكرة الخلفية العرضية إنما بتوصل لعند مايكل هليكبي بحضر الكرة تسديدة، لا تسديدة، لا ما في هدف لطرابلس، التسديدة من أحمد مغربي عم تكون عالية عن مرمى كاشوبا، إنما الجمل التكتيكية الروعة اللي عم تنلعب من طرابلس بالخطوط الأمامية هيدي كنا افتقدناها بالشوط الأول وبالشوط الثاني. الواضح إنه نزار محروس تعليماته واضحة بالاعتماد على القادمين من الخلف، يعني أكثر من لاعب عم بيكونوا من منتصف على الملعب هن اللي عم بيسددوا الكرات، لأنه فعلاً مثل ما قالنا محمود التنظيم الدفاعي عالي جداً للفريق الكرجيز، وبالتالي ضربهم رح يكون من القادمين من الخلف. لا شك يعني على أمل إنه طرابلس بأي كرة من الكرات بأي هجمة من الهجمات إنه يقدر يسجل ويفتتح التسجيل ويحسم نتيجة المباراة لمصلحته، هذه كرة مع سعد يوسف كرته الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه طرابلس، يلا يا طرابلس، سعد يوسف مفروض يستعجل بهاللحظات مع عبد الله طالب، حرك الكثير بالهجوم الطرابلسي، شوفوا مره شوفوا من لمرور من سيا اللاعب الغيني صاحب ال 17 هدف بالموسم الماضي مع فريقه عم يتعرض لخطا، احد ابرز اللاعبين، يا سلام من لمرور، يعني جمال كرة القدم بده واحد يتحدث عنه شو ما كان يكون، بغض النظر عن العاطفة، هي كل العواطف وعاطفتنا مع الطرابلسيين وكل اللبنانيين عم يكون خلف طرابلس، الوقت اللي بطاقة صفراء غريبة هالبطاقة سيا يحصل، لا يا سيا يمكن ممنوع ما بعرف، على كل الأحوال شو اللي عمل شو اللي عمله سيا، يمكن ما بعد المرور ممكن يكون اعتراضه كثير كبير على حكم المباراة أو تفوه بأي أمور باتجاه الحكم الرئيسي بمباراة اليوم العماني الجنسية أحمد أبو بكر الكاف، وقت سلطانوف أحد أبرز اللاعبين اليوم قدم مباراة كبيرة، صاحب الرقم 13 موجود خلف الكرة بيلعب كرة طويلة أمامية، والحمد لله الكرة راحت إلى خارج أرض الملعب مع عبدو طافح، الدقيقة 108 هذا مع الفريق الكرغيزي، ايمانويل بده ينتبه ايمانويل من اي خطا، يقطع الكره كره ايمانويل الى خارج ارض الملعب، ركنيه لمصلحه الفريق الكرغيزي، ايمانويل لعب 108 دقائق مستوى عالي، ممنوع الخطا يا ايمانويل باخر 12 دقيقه، طبعا ممنوع الخطا لاي لاعب طرابلسي، مفروض التركيز يكون عالي، مفروض الحضور الذهني يكون اعلى بهالدقائق من المباراه، شوفوا دائما عم بيكون الحديث ما بين الحكم الرئيسي السيد احمد ابو بكر الكاف واللاعب الغيني سيا، مع الركنيه على امل انه تمر على خير، هالركنيه بتلعب لداخل منطقه الجزاء، انما عبدو طافح بيخلص الكره، برافو يا عبدو، برافو يا عبدو طافح، عم بيخلص الكره الى خارج ارض الملعب، الارجح هيدي الركنيه الثانيه لمصلحه اف سي الاي، انما هالمره عم تكون على يساره لعبده مع صاحب الرقم 7 اخمدوف، بيلعب كرته العرضيه بتنقطع من الدفاعات الطرابلسيه، ممكن الانطلاق بالهجمات المرتده، انما سلطانوف بيحاول يسدد الكره مع خروج عبده طافح، يخطئ عبده طافح، اوه الحمد لله الحمد لله انه سيا وضع الكره خارج الخشبات الثلاثه، عبده طافح خطا كان مميت لطرابلس بهاللحظات، انما سيا كان عم يخدمنا باللقطه الاخيره، رح نشوف بالاعاده، اصلا يعني شك كبير بالتسلل، طبعا هيدي لعبه ثانيه، هيدي لعبه ثانيه حصلت، هيدي لعبه ثانيه حصلت، يعني سيا منه متسلل، مجرد ما وصلت الكره من راس زميله اصبحت لعبه ثانيه لهالسبب، يعني الحمد لله انه سيا وضع الكره خارج الخشبات الثلاثه، والا انه كنا شفنا هدف بعكس، طبعا هدف كان بعكس تمنياتنا، انما الحمد لله طرابلس مرق قطوع بهالوقت على الطرابلسيين، بلكي بنشوف مره جديده بالاعاده شو اللي حصل بالكره الاخيره لنتاكد من عدم وجود التسلل او حدوث التسلل، صح شوف بالاعاده مع هالكره الاماميه
انما الكره الراسيه مره ثانيه. صحيح انه سيا كان عائد من التسلل، كل عم ينتظر مما ستقول اليه نتيجه المباراه. الوقت للمباراه متوقف بسبب وجود، راح نشوف بالاعاده حتى يعني اللاعب اللي لعب الكره براسه مشكوك بوجوده بالتسلل. كله ما بهم، بهم انه الكره كانت خارج الخشبات الثلاثه. روستاموف دائما عم ينصاب، دائما روستاموف هو اللي عم يتعرض للاصابات بالوقت اللي ايضا هناك ركله مرمى لمصلحه طرابلس، مفروض تنظيم هجمه بشكل مميز للطرابلسيين، الوصول الى منطقته لكاشوبا. هذه وحده من الكرات، عبد الله طالب بيحاول ايصال الكره لعند احمد مغربي، ايضا بالجهه المقابله عبد العزيز يوسف. يلا يا عبد الله، بيحاول يمر عبد الله طالب، ما بينجح، بتنقطع كرته. هيدي كرة عند حمزة علي، بيمر حمزة علي، بعده عم يتقدم، بيمر حمزة علي، بيلعب كرة عند مايكل هليكبي، خطيرة المحاولة، ممكن تكون لمصلحة طرابلس، أيضا مع طرابلس. هيدي الكرة الأمامية داخل منطقة الجزاء، عبد الله، لا 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 لا، الكرة تخلص على خط المرمى، ما معقول ما معقول، سيء الحظ، عبد العزيز يوسف بالكرة الأخيرة، صاحب الرقم 9 كان قريب جدا من افتتاح التسجيل. رح نشوف بالإعادة، الكرة كانت عم تنلعب باتجاه عبد العزيز يوسف، يعني عبد العزيز يوسف كان عم بفكر يمر عن حارس المرمى، مش يسدد الكرة باتجاه المرمى. بكل الأحوال الكرة انقطعت، الكرة تخلصت عن خط المرمى تماما. مش سيء الحظ أبدا يا محمود، لا لا منه سيء الحظ، فعلا سيء التقدير كان بالكرة الأخيرة، لأنه كان جرب يمر عن حارس المرمى عبد العزيز يوسف، ما نجح بهالأمر. كان مفترض أنه عبد العزيز يوسف يوضع الكرة مباشرة باتجاه المرمى أو يعكس كرة خلفية للمتقدم من الخلف، بالحالتين ما عمل الحالتين عبد العزيز يوسف، وحرم طرابلس من افتتاح التسجيل بمباراة اليوم. بكل الأحوال فرصة خطيرة لمصلحة طرابلس، هيدا مؤشر أنه الطرابلسيين بالدقائق المقبلة ممكن يفتتحوا التسجيل، ممكن يسجلوا هدف قاتل. هذه كرة عند عبد الله طالب، كرة لعبد الله طالب الأمامية بتنقطع، الكرة لا زالت داخل أرض الملعب مع تدخل عم بيكون من محمد اسطنبلي، بيلعب كرة عند حمزة علي، مجهود كثير كبير لحمزة علي بمباراة اليوم، صاحب الرقم 13 حمزة علي بيلعب كرة الأمامية، بتنقطع الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لمصلحة طرابلس، رمية تماس طرابلسية، مومينوف هو كان عم يقطع الكرة الأخيرة بالوقت، الحكم طبعا أشار لرمية تماس مع عبد الله طالب، حمزه علي ممكن الكره العرضيه لداخل منطقه الجزاء بتنقطع. بالوقت ايضا عبد الله طالب، مهارات عاليه عبد الله، بيحاول المرور، بيطالب بخطا الحكم بيوم متابعه المباراه. سيا بيحاول يمر بنفس الحركه انما ما بينجح، بتعود الكره عند ايمانويل، ايمانويل لعند محمد اسطنبلي السوري اللاعب الجديد، ممتازه كانت من حمزه علي لعند وليد فتوح، وليد فتوح لعبد الله طالب، يلا يا عبد الله طالب، بمر عبد الله طالب، بعده عم يتقدم، ممكن يلعب كره عرضيه عبد الله طالب للمتقدم الخلف، ممكن التسديده مباشره باتجاه المرمى، لا 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 لا، ما معقول، التسديده من سعد يوسف من خارج منطقه الجزاء، تسديده رائعه جدا باتجاه المرمى. طرابلس اخطر، طرابلس اقرب، شوفوا عبد الله طالب كرته العرضيه وصلت لعند سعد يوسف على الطاير، سعد يوسف سدد باتجاه المرمى، كانت قريبه من هز الشباك الكره الاخيره. سيء الحظ يا سعد يوسف بكرته الاخيره، كان ممكن انه تصيب الشباك، كان ممكن تسجل واحد من الاهداف الجميله. ايضا كره طرابلسيه مجددا مع مايكل هليكبي، عبد العزيز يوسف ما بيوصل للكره مع تدخل ايمانويل، ممكن يعمل الزيادة العددية بخط الوسط إيمانويل، إنما محاولات سلطانوف، بيلعب كرة أمامية سلطانوف إنما إلى خارج أرض الملعب مع رمي التماس مجددا لمصلحة طرابلس. دخلنا على الدقيقة 115، النتيجة لازالت التعادل السلبي. أيضا مع إيمانويل كرته إلى خارج أرض الملعب. طرابلس كان خطر جدا، وكان قريب جدا من انه يريحنا ويريح الكل ويقدر يفتتح التسجيل. فعلا سعد يوسف كان قريب جدا من انه يفتح التسجيل ويريح جميع الموجودين بارض الملعب وايضا خلف شاشه الجديد، ولكن هناك متسع من الوقت، على الاقل خمس دقائق لنهايه المباراه، للدقيقه 120، على امل انه طرابلس يسجل هدف، على امل انه الفريق اللبناني ينتزع البطاقه ويتاهل لدور المجموعات. الكره حاليا داخل المنطقه، على اللبنانيين انتبهوا تماما. يلا يا اسطنبلي وصل بلا خطا، يا اسطنبلي بلا خطا، صحيح التدخل بكل خبره، عم بتابع اللاعب سيا الى خارج ارض الملعب ركله ركنيه.
تابع محمد اسطنبول اللاعب سيا بشكل ولا أجمل إلى خارج أرض الملعب إلى الركلة الركنية على أمل تمر هالكرة بدون أي خطورة على مرماك عبد طافح. قلنا لكل المشاهدين أنه الفريق الكرجيزي فريق خطير لأنه عنده قوة بدنية هائلة وأيضا لياقة بدنية عالية. متابع المباراة للدقيقة 116 وكل لاعب على لاعب، ولكن أيضا هناك سوء حظ كبير للطرابلسيين بالمباراة. العرضية دخل مطاوين الدفاع، برافو يا سعد يوسف، روح بالمرتد يا مايكل هيلكبي، واحد على واحد مر يا هيلكبي انطلق بسرعتك مع عبد العزيز يوسف. مايكل هيلكبي بمر بيروح انطلق الغاني ولكن الكرة عم تنقطع. خطأ لمصلحة مايكل هيلكبي، حكم المباراة بقول هناك خطأ لمصلحة مايكل هيلكبي. أحمد أبو بكر الكاف الحكم العماني. عبد الله طالب خلف الكرة، دخلنا على الدقيقة 117، بيلعبها سريعة مايكل هيلكبي بحطها ولكن تنقطع مجددا من الدفاع الكرجيزي. سيا على مسار الكرة، اسطنبول لعند هيلكبي كنترول مرور ولا أجمل، روح يا عبد الله طالب، روح يا مهاري، مر الكرة الصح لعند هيلكبي، انطلق لعند وليد فتوح ولكن الكرة عم تنقطع أمامك يا وليد فتوح والكرة إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة طرابلس، بتنحط عبد الله طالب بالكعب، مايكل هيلكبي بتنقطع من أليموف قائد الفريق لمنتصف الملعب. غازي الحسين بيعكس على الكرة، عبد العزيز يوسف معك سعد يوسف، عبد العزيز وسعد يوسف بيلعبها لعند سعد، يلا يا سعد العب العرضية، العرضية إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب. الحكم بيقول إنه الكرة اصطدمت بسعد يوسف وبالتالي رمية التماس لمصلحة متفاجئ يعني أفسي علي فعلا كلنا تفاجأنا. على كل حال حكم قريب من الكرة ورمية التماس لمصلحة سلطان. شو بالإعادة؟ رمي التماس لمصلحة سلطانوف، الكرة عم تتنفس بتعود، سلطانوف بيلعبها لمنتصف الملعب، الدفاع اللبناني موجود ايمانويل، الكرة الرأسية عبد الله طالب يلا لعند حمزة علي، برافو يا عبد الله طالب، روح يا حمزة علي، روح يا حمزة علي، العاب العرضية لعند وليد فتوح، وليد المهاري شوت يا وليد بيسدد، الكرة خطيرة ولكن الكرة موجودة على مسار الدفاع الكرجيزي. ما زالت الخطورة، ما زالت الانطلاقة طرابلسية، الانطلاقة شمالية، عاصمة من عواصم كرة القدم بملعب طرابلس البلدي. طرابلس بالدقيقة 118، الجمهور على أعصابه، المتابعين على أعصابهم، كل القيمين على كرة القدم اللبنانية على أعصابهم، وأنا وأنت يا محمود على أعصابنا. الرمية، رمية التماس لمصلحة مومينوف بيلعبها أمامية، سيا بصراع إلى خارج أرض الملعب. يلا يا حمزة علي أسرع يا حمزة علي، ما بدنا نروح حركات الترجيح. على امل ننهي المباراه بالدقيقه 120، عم ينطلق احمد مغربي لعبها لوليد فتوح معه هيلكبي، يلا يا هيلكبي بالكنترول بمر المهاري فتوح بروح خطير طرابلس، لعبها لعند عبد العزيز اوفسايد، لعبها لعند عبد العزيز ولكن هناك اوفسايد، حاله تسلل بالكره الماضيه، اخر الكرات اخطر الكرات، دقيقتين لانتهاء ال 120 دقيقه، عم نشوف التسلل بالحاله الماضيه. يعني المعروف على الفريق الكرجيزي انه فريق موفق بيكون بركات الترجيح، على امل ما يكون موفق ابدا اليوم. كان بال 2013 تاهل بضربات الترجيح وقتها. صحيح، وكشوبة الحارس على امل ما يكون حاضر ابدا بركلات الترجيح، على امل ما نوصل لركلات الترجيح. كانت مباراة مواجهة الظهرية الفلسطيني وتاهل بوقتها بضربات الترجيح، على امل ما نوصل لضربات الترجيح، انما كل الاجواء بتدل على انه المباراة رايحة لركلات الترجيح. بعدني مصر بانه طرابلس عمل مباراة كبيرة اليوم، انما اللمسة الأخيرة كان عم يفتقدوها الطرابلسيين، والا انه كنا شفنا نتيجة مختلفة تماما. يستحق طرابلس التأهل بكل أمانة، ومش عم نحكي بعاطفي أبدا. آخر دقيقة، آخر دقيقة، روح يا وليد فتوح، وليد فتوح ممكن يمر، بمر وليد فتوح معه عبد العزيز معه هيلكبي، يلا يا هيلكبي خذ مكان يا هيلكبي، بينطلق ممكن يشوط عبد العزيز، ممكن جول، ممكن جول، اوه شوت جول يا عبد العزيز، عبد العزيز يوسف ممكن جول يا صاحب الرقم 9 يلي بيرتدوا هالرقم مفضل يكونوا هدافين اكثر يا عبد العزيز. شوفوا وليد فتوح مرر هيلكبي اخذ مكان، راحت بالخطا جيب جول، تاخرت يا عبد العزيز، اخرت يا عبد العزيز يوسف. هاي اللمسه الاخيره، اللمسه الأخيرة. ما معقول، ما معقول يعني اليوم لاعبي طرابلس
يعني تحضروا. احمد دياب عم بتحضر للدخول لارض الملعب. نحن العديد من الفرص داخل منطقة الجزاء. متخصص بركلات الترجيح احمد دياب، وبالتالي عم بيدخلوا الى داخل ارض الملعب المدرب نزار محروس مكان مين؟ مكان عبد العزيز يوسف. منه موفق ابدا بهالمباراة. احمد دياب على امل يصيب الكرة بالراس، ممكن احمد دياب يحط الكرة بالراس بهالكرة. سعد يوسف عم يتوجه لتنفيذ الركلة الركنية الأخيرة، الأخيرة يا سعد. قلوبنا معكم. كل الصلوات لطرابلس لبنان. بالكرة الرأسية سعد يوسف، ارفع ايدك للجمهور، العاب الكرة وين الجول؟ لا 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 الكرة عم بتمر. ما معقول. ومين سدد الكرة؟ أحمد دياب. ما معقول. لو سجل أحمد دياب لكان أنهى المباراة. على كل حال. لا 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 كشوبة اليوم مباراة كبيرة، على أمل إنه ما يتوفق اليوم بضربات الترجيح بمواجهة لاعبينا اللبنانيين، بمواجهة لاعبي طرابلس. كل الدعاء لطرابلس إنه يقدر يفوز بضربات الترجيح. شوفوا التهنئة عم تكون بالجهة المقابلة من مومينوف لحارس مرميه. طقوس خاصة يعني ثقل ثقل كبيرة عند اللاعبين لاعبي اف سي الاي. يعني هلا ركلات الترجيح صحيح ركلات الحظ، ولكن بدها كثير من التركيز. طبعا بدها كثير من التركيز. يعني كثير بنقول ان ركلات الترجيح هي ضربات الحظ اذا صح التعبير اكثر، انما تحتاج لتركيز عالي جدا انه اللاعب يقدر يهز الشباك. حضور ذهني كثير كبير ايضا، وايضا هناك عامل للحضور البدني، لانه اللاعبين المرهقين اللي عم نشوفهم امامنا على الشاشه بعد 120 دقيقة لعب، يعني خاصة لاعبي اف سي الاي عملوا مجهود كثير كبير. من الجهه المقابله لاعبي طرابلس عملوا مجهود وافر بمباراه اليوم، قدموا مباراه. فيك تتوقع لاعب باف سي الي يسدد على الاكيد؟ سيا لاعب الغين اللي حيسدد بالتاكيد. سلطانوف ايضا لاعب بسدد اختصاصي بالركلات الثابته. بالمقابل ايضا مايكل هيلجبي رح يكون موجود، ايضا عبد الله طالب رح يكون موجود على الارجح. اكيد عم نحكي توقعاتنا من المفترض وليد فتوح، احمد دياب اللي دخل. هودو اربع لاعبين، خليت لك لاعب. ما بعرف اذا سعد يوسف يعني حيكون واحد من المختارين انه يسددوا ضربه من ضربات الترجيح. كان سبق له اضاع امام النجم مكان اصابه الخشبات الثلاثه. طبعا بدنا نذكر المشاهدين على انه فريق طرابلس كان اضاع ضربه جزاء بالشوط الاول، كان انبرى لها محمد غدار. يعني ما بعرف محمود، يمكن لو محمد غدار كان ابقى المدرب نزار محروس للشوط الثاني او للاشواط الاضافيه. بعتقد الامر صعب ابقائه داخل ارض الملعب لمده 120 دقيقه لمحمد غدار. قد لا يكون جاهز يمكن بدنيا للعب. انا كان قصدي ما يبدا المباراه وكان ابقى خارج ارض الملعب للدقائق يستفيد من خبرته باخر المباراه. هذا خيار للمدرب، فينا نقول يمكن بشكل اخر لو انه محمد غدار يمكن سجل من ضربه الجزاء كانت ايضا صحيح الامور اختلفت، كنا ان المدرب اصاب باشراكه كلاعب اساسي. يعني هيدي كره القدم، هيدي هي كره القدم. يعني دائما الانتقاد بيكون حسب نتيجه اللقاء وحسب اداء الفريق، انما اليوم اداء طرابلس لا شك ببشر بالخير. ممكن طرابلس وحسب تصريحات للمدرب، طبعا التصريحات الاخيره عبر البرنامج اوف سايد مع الاستاذ حسن شراره، كان في هناك مقابله مع المدرب نزار محروس، قال انه بطوله الاياب رح تكون مختلفه لطرابلس. ايضا مايكل هليكبي كان وعد جمهور طرابلس رح تكون مباريات مختلفه عن مباريات الذهاب. طرابلس بيحتل المركز السابع بالمناسبه ببطوله الفا لكره القدم. هون على الاكيد بنقول له الحمد لله على السلامه الاستاذ حسن شراره يلي عاد الى النشاط الرياضي عبر برنامج عاد الى الشاشه اذا صح التعبير اكثر. عاد الى الشاشه اذا صح التعبير اكثر. الوقت الكل بانتظار طبعا اختيار اللاعبين الخمسة المختارين من قبل المدربين. كل جمهور طرابلس الموجود على المدرجات بيأمل أن طرابلس اليوم يقدر يفوز بركلات الترجيح. كان الأمل أنه يفوز طرابلس بالوقت الأصلي من المباراة. طبعا كل الجمهور أيضا اللي عم بتابعنا خلف شاشة الجديد، اليوم مباراة ماراثونية تابعتوها معنا خلف شاشة الجديد. على أمل أن كنتوا استمتعتوا بهالمباراة. صحيح أنه هي متعة كرة القدم هي الأهداف، إنما اليوم ما شفنا أهداف، شفنا بعض اللمحات الفنية وتحديدا من لاعبي طرابلس وبالتحديد أكثر من عبد الله طالب عندما دخل بالتشكيلة الطرابلسية. أيضا الملفت اليوم محمود أبو بكر المل كان عم بيقدم مهارات عالية جدا على الطرف الأيمن والطرف الأيسر أيضا، ولكن
بيعيبه نوعا ما البطء وتبديله كان. هو بنرجع لنفس المقولة يعني اللمسة الأخيرة. اليوم طرابلس عم يفتقدها مثل ما شفنا يمكن يعني وليد فتوح كان عمل لمسة ذهبية لداخل منطقة الجزاء وصلت لعند مايكل هليكبي أيضا. ومن بعد مايكل هليكبي وصلت لعبد العزيز واثنين ما قدروا انه يهزوا الشباك. ومع العلم انه الاعتماد الكبير بتشكيلة طرابلس هو على عبد العزيز يوسف ومايكل هليكبي. إذا هاللاعبين كانوا خارج المستوى اذا ما هزوا الشباك في مشكله عند طرابلس. صحيح. والكره سابقه ايضا وليد فتوح كان لعبها لعند عبد العزيز يوسف اللي كان عم بيلعب كره عرضيه وما تمكن من تسجيل. ايضا هذا العناق عم بيكون ايضا بالجهه المقابله ما بين حراس المرمى كاشوبا وبالاضافه الى عبد العناق. عناق مزيف. مزيف يعني فينا نقول عناق. اذا ما نقول مزيف فينا نقول عناق بالروح الرياضيه العاليه. صحيح. دائما اللي هي بتكون موجوده بملاعب كره القدم ما بين اللاعبين. عبد الله الطالب اذا عم بيطلب من اللاعبين عدم الحديث معه يمكن خليه يكون مركز اكثر فاكثر على ضربات الترجيح اللي هي امنيتنا انه طبعا طرابلس يقدر يمر ويقدر يعبر الى المجموعه الثانيه اللي بتضم الفيصل الاردني نفط الوسط العراقي والاستقلال التاجيكي. كل اللي عم يتابعنا بهالوقت اذا هذه مباراه حاسمه لطرابلس للانتقال الى المجموعه الثانيه ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي. وعم نشوف مقعد احتياط طرابلس. عم نشوف طبعا عبد العزيز يوسف اللي تم تبديله باللحظات الاخيره قبل نهايه اللقاء. اذا التسديده الاولى راح تكون لمصلحه طرابلس. مايكل هليكبي هو اللي عم يتوجه اذا مايكل هليكبي هو اللي عم يتوجه ليسدد اول ضربه ترجيحيه واول ركله ترجيحيه لمصلحه طرابلس بمواجهه كاشوبا. عنده ثقه كثير كبيره كاشوبا على امل انه هالثقه تكون عم تتزعزع بهاللحظات امام مايكل هليكبي. اذا الغاني بمواجهه كاشوبا كل الدعوات اذا لمايكل هليكبي صاحب الرقم 12 صاحب 16 هدف بالبطوله بالموسم الماضي. مايكل هليكبي بيتقدم خطوه 2 3 بيسدد مايكل جول 1 طرابلس 1 طرابلس والجمهور عم ينفجر على مدرجات. طرابلس عم يتقدم بهاللحظات. شوفوا مايكل هليكبي سدد الكره انما هناك ذكاء كثير عالي عند حارس مرمى اف سي اللاي. لحد هلا متوقعين صح اللي عم يسجلوه. كاشوبا راح على نفس المكان. شوفوا السرقات شوفوا الصيحات صيحات الاستهجان بهالوقت. سيا هو حيكون موجود خلف الكره. ايضا التركيز العالي من عبدو طافح. يلا يا عبدو طافح يلا يا بطل طرابلس يلا يا ابن طرابلس فرجينا امكاناتك بمواجهه احد ابرز اللاعبين. سيا اللاعب الغيني بتقدم. سيا بسدد بسجل تسديده رائعه تسديده رائعه لسيا بكل ثقه فعلا نهاها اللاعب الغيني يعني. والصيحات لجمهور طرابلس بارض الملعب ما اثرت معه ابدا ولكن فعلا التشجيع عالي. شمال تسديده ملا تسديده فعلا على يمينه لعبدو طافح. بهالاثناء حمزه علي عم بتقدم بتسديد الركله الترجيحيه الثانيه. حمزه علي عم بتقدم الظهير الايسر على امل حمزه علي اكيد يسجل الكره داخل الشباك. يا رب يسجل الكره حمزه علي بمواجهه الحارس كاشوبا. يلا يا حمزه علي عم بيتقدم عم بيسدد جول. هدف لحمزه علي داخل الشباك. كره رائعه مع القلب وعم بيسجد داخل ارض الملعب. شكر للرب اكيد شكر لله اكيد على الجول يا حمزه علي. باي طريقه كاشوبا عم بيروح على كل الكرات ولكن الكره بالشباك يا حمزه علي. يا رب طرابلس بهالكره يا رب طرابلس بهالكره. روستاموف انصبت كثير بهالمباراه على امل انه الاصابه تاثر عليك. وعبد طافح يصد الكره. يلا يا روستاموف شو تبرر روستاموف. عبد طافح روستاموف عبد طافح داخل الشباك سجل الكره. روستاموف عم بيعمل اشاره اكيد باشاره لانتمائه لناديه. اذا بهالوقت اصبح دور طرابلس اصبح دور السوري محمد اسطنبولي. محمد اسطنبولي هو عم يتوجه للتسديد بمواجهه كاشوبا. يلا يا اسطنبولي اللاعب الجديد اللاعب السوري بصفوف طرابلس لاعب الوطني السعودي السابق نفط الجنوب العراقي ايضا السابق ايضا لاعب الانصار السعودي السابق. عم يبتعد عن الكره ما يقارب الخمس خطوات.
محمد اسطنبولي، يلا يا اسطنبولي، اسطنبولي بيسدد بيسجل جول 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 رائع رائع، هدف رائع لطرابلس، هدف رائع لاسطنبولي، تسديده ولا اروع ما كانت من اسطنبولي، محمد اسطنبولي تسديدته ما إلى حل، على الرغم من انه غاشوبا عم يتوقع التسديد باي مكان، عم يتوقع التسديد. أليموف أليموف أليموف، يلا يا أليموف ضيع الكرة، يلا يا عبدو طافح، كل طرابلس عم تدعي لك، كل اللبنانيين عم يدعوا لك، عبدو طافح يلا يا عبدو طافح، أليموف ما عنده تركيز عالي هيك بعتقد، عبدو طافح بسد الكرة، لا عبدو طافح راح على مسار الكرة، إنما كانت كرة صعبة، كرة صعبة فعلا، صعبة صعبة تماما، عبدو طافح عم بيروح على كل الكرات، أليموف ما معقول الكرة بأي مقتل لعبها أليموف، غازي الحسين غازي الحسين، يلا يا رب يا طرابلس، غازي الحسين ركز سدد وسجل الكرة الرابعة، يلا يا غازي عم بيتقدم لتسجيل الكرة الرابعة، على أمل التسجيل، خذ كل وقتك يا غازي الحسين، قلوب اللبنانيين معك، قلوب الطرابلسيين معك، ركز وتقدم وسدد وسجل يا غازي الحسين داخل الشباك، 4-3 للبنان، 4-3 لغازي الحسين، ما أجمل هالكرة بأي مقتل، جول هز الشباك يا غازي الحسين، يلا يا عبدو طافح صد الكرة يا عبدو طافح، روح بطرابلسيين إلى آسيا يا عبدو طافح، باللبنانيين إلى آسيا يا عبدو طافح، التقدم حاليا مين عم بيسدد الكرة؟ مين رح يسدد صاحب الرقم 27؟ صاحب الرقم التسديدة داخل الشباك، داخل الشباك، إذا الكرة الماضي من رخمانوف داخل الشباك، 4-4 4-4 أصبحت النتيجة، إذا عبد الله طالب هو اللي عم يتوجه للتسديد على أمل طبعا إنه عبد الله طالب يهز الشباك، على أمل إنه التسديدة من أفسي ألاي إنه يكون خارج الشباك، وهيك طرابلس رح يكون موجود ضمن المجموعة الآسيوية، إذا عبد الله طالب قائد طرابلس، كل الطرابلسيين عم يهتفوا لعبد الله طالب بهاللحظات، قائد طرابلس، يلا يا عبد الله، الكل طالب هدف بهالوقت، عبد الله طالب بسدد بخبرك تجيبي جول، جول لطرابلس، جول لطرابلس، هدف التقدم 5-4 للطرابلسيين، هيدي هي التسديدة اللي ممكن تنقل طرابلس إلى دور المجموعات، هيدي هي التسديدة اللي عم يتوجه، اللي عم يتوجه بهاللحظات، إذا اللاعب القرقيسي اللي عم يتوجه بهاللحظات للتسديد، صاحب الرقم 17 أو صاحب الرقم 21، إذا ضيع الكرة كيري لاليف بيتقدم بسدد بضيع، لا ما بضيع، لا ما بيضيع، ما بيضيع ابدا، انما كرته عم تهز الشباك، ما معقول 5-5 اصبحت النتيجه، هلا اعصابنا بشكل يعني غريب، ذاك من لعب الكره باي طريقه، اصاب القائم والمرمى احمد دياب، احمد دياب يلي دخل باخر لحظات الشوط الثاني الاضافي، احمد دياب البديل، دخلت لتسجل الكرات يا احمد دياب، بتضيع الكرات، يلا يا احمد تقدم سدد سجل جول، جول احمد دياب، مع القلب يا احمد دياب فعلا، ومع الشكر من كل اللبنانيين، برافو على التسديد، وين بمقتل جول، هز الشبك هز جول، ممنوع تضيع الفرص يا احمد دياب، ممنوع، يلا ان شاء الله الفريق الكرغستاني يحط الكره خارج الملعب، ما بدها تصيب الخشبات، ما بدها تصيب الحارس، شوفوا الاعصاب، شوفوا التوتر، شوفوا هذا كرغيزي، على امل انه صاحب الرقم 8 زولدوشوف اللاعب اللي دخل يضيع الكره، يلا يا رب لبنان، يا رب يا رب، عبدو طافح طرابلس حطها برا يا زولدوشوف، حطها برا يا اللاعب الكرغيزي، بيتقدم يلا يا عبدو طافح صد الكره، لا 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 لا، صد الكره يا عبدو طافح، على كل حال الكره عبدو طافح، انما الكره دخلت للاسف، انه الكره دخلت، شوفوا حسره عبدو طافح بهاللحظات، حسره عبدو طافح بهاللحظات على الكره الاخيره، حسره كثير كبيره لعبدو طافح، اذا بهالوقت دور طرابلس، بهالوقت دور طرابلس، وليد فتوح، وليد فتوح
خلف الكرة صاحب الرام 20. يلا يا وليد، يلا يا وليد، هز الشباك يا وليد، ما توضعنا بوضع حرج جدا بهاللحظات. وليد فتوح توتر بعض الشيء، وليد فتوح على كل الأحوال، وليد فتوح ما بينقصه شيء انه يهز الشباك. وليد فتوح بتقدم بسدد بهز الشباك، ايه جول جول جول، ايه جول لمصلحة طرابلس. يلا يا وليد فتوح هز الشباك وشوف الفرحة الطرابلسية. مدير نادي طرابلس من جهة، عماد طرس والمقعد الاحتياطي والسجدة على أرض الملعب، هيدي أرض الطرابلسيين، أنتوا أبناء طرابلس، من هالأرض بدكم تتأهلوا إلى دور المجموعات، الكل عم بيطالب إنكم أنتوا تتأهلوا، مش مهم من هو اللي عم بيسدد، أخمدوف مين ما كان يكون، إنما عبد الطافح رح يكون موجود بإذن الله، رح يكون موجود بكل الدعوات. يلا يا عبد الطافح، أخمدوف، عبد الطافح بيسدد، عبد الطافح أنت بطل طرابلس، عبد الطافح أنت الملك، عبد الطافح والله طفع الكيل يا طرابلس. 120 دقيقة، يا 120 دقيقة، هيدي الفرحة المجنونة، عبدو طافح أنت البطل، أنت جسدت نفسك لتكون بطل يا عبدو، يا عبدو طافح والفرحة المجنونة. العرس الطرابلسي، الجمهور الطرابلسي بهالوقت عم ينفجر على المدرجات، انتظرنا كثير المباراة الماراثونية، انتظرنا كثير اللحظة يا طرابلس إلى دور المجموعات. صح مباراة صعبة، إنما دخلتوا فرحة كثير كبيرة، أدخلتوا الفرحة الكبيرة إلى قلوب اللبنانيين وإلى قلوب الطرابلسيين بكل بساطة. إيه صح أنتوا الأبطال اليوم، إيه صح أنتوا بتستحقوا التقدير، بتستحقوا كل شيء اليوم يا طرابلس. بدأت بعبارة من بداية المباراة وقلت بكل بساطة، من رحم الألم والمعاناة تولد